مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. النهاردة زي ما حضراتكم عارفين حلقة نهاية الأسبوع، هنتابع فيها حاجات كتيرة جدا جدا. هنتابع فيها إنجاز جديد من إنجازات النادي الأهلي، المؤسسة الوطنية الكبيرة، بطبعا افتتاح أهلي الأقصر، أهلي طيبة، أهلي الصعيد. النهاردة كان في يعني حدث تاريخي في الأقصر، وجود النادي الأهلي على الأرض الطيبة، على أرض الأقصر. بنقول مبروك لأهالينا في الصعيد، مبروك لأهالي الأقصر على هذا الإنجاز الكبير. كمان مبروك للنادي الأهلي اللي كل يوم بيقول إنه هو في حتة تانية خالص. مبروك على شركة استادات الوطنية اللي هي الشريك القوي الاقتصادي جدا مع النادي الأهلي على هذا الإنجاز الكبير، وإن شاء الله في إنجازات قادمة بإذن الله في طريق النادي الأهلي. أكيد معانا كمان فقرات وأخبار فرقتنا، فريق النادي الأهلي طبعا بعد فوزه على نادي الإسماعيلي امبارح، إزاي بيستعد بشكل قوي جدا للمحك الأفريقي أو البطولة الأفريقية من خلال طبعا مباراة فيتا كلوب يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله. فقرات كتيرة جدا، أخبار كتيرة جدا هنعرفها مع حضراتكم النهاردة، وكمان ضيوف أكيد طبعا زميلتي سام هتقدم لكم ضيوفنا النهاردة إن شاء الله، تكون حلقة مميزة، حلقة الخميس. سام مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن هاني، مبروك عليك، مبروك علينا كلنا. صحيح. مبروك على جمهور النادي الأهلي العظيم اللي في كل مكان. كل يوم بنفخر بحاجة جديدة تخص النادي، كل حاجة جديدة، كل حاجة رقم واحد لازم يتصدر المشهد فيها، لازم النادي الأهلي يكون هو اللي في المقدمة طبعا، بقيادة النهاردة مجلس الإدارة الحالي اللي بيشتغل بكل جهد أعتقد علشان دايما يرفع اسم النادي الأهلي ده لفوق، ودايما النسر ده يفضل محلق في السماء، وتفضل جماهيره فخورة فعلا وفرحانة بيه وبإنجازاته الكتيرة والكبيرة، مش بس في مجال كرة القدم، الحقيقة في كل زمان وفي أي مكان، سواء على أرض مصر أو براها. النهاردة حلقة مهمة جدا، النهاردة حلقة من الأقصر. ليه الأقصر؟ يعني يمكن هو ده السؤال، ليه الأقصر النهاردة؟ احنا عارفين دايما أنه جمهور الأهلي اللي بالملايين ده لازم يكون النادي الأهلي معاه في كل مكان، ومفيش أغلى من إخواتنا وحبايبنا وأهلنا أبناء الصعيد، اللي كان لازم النادي الأهلي لما يختار النهاردة يعني مكانه الخامس كان لازم يكون ما بينهم وحواليهم. هو ده دور المؤسسات والكيانات الكبيرة، دور كبير بتقوم به مؤسسة وكيان كبير اسمه النادي الأهلي، مش بس في مجال الرياضة. أنا أعتقد أن دور النادي الأهلي دور كبير جدا على كل المستويات الحقيقة، وهو ده اللي النادي الأهلي بيقوم به. النهاردة هنتكلم في جزء كبير جدا جدا من حلقتنا عن الأقصر وأهل الأقصر وأهلي الأقصر وأهل الصعيد. النهاردة هنعرف كمان معلومات كتيرة جدا أو أخبار كتيرة جدا تخص فرقتنا، وطبعا امبارح كان يعني فريقنا عنده ماتش مهم جدا في الدوري، فوز مهم اعتقد، حصل يعني حصولنا على 3 نقاط، ده كان شيء مهم جدا بالرغم من التحفظ على الاداء ماشي. بس النهارده هنناقش ده مع ضيوفنا اللي هيشرفونا، لكن في البدايه احب اقولهم لحضراتكم النهارده في الفقره الاولى ان شاء الله معانا زميلنا ناقد رياضي كبير الاستاذ محمود صبري، استاذ محمود مدير تحرير جريده الاهرام. النهارده كمان في الفقره الثانيه هيكون منورنا نجم الاهلي السابق ومنتخب فلسطين ايضا التاريخي، الحارس الاسطوري في بلاده واللي عاش الحقيقه في الاهلي فتره طويله، رمزي صالح مشرفنا النهارده في الفقره الثانيه، وكلام مهم بقى حوالين الاهلي والحديث عن هذا الحدث العالمي اللي النهارده في الاقصر وحراسه مرمى ايضا النهارده محمد الشناوي. كمان هنتكلم كمان مع الكابتن يعني واحد بقى من احد شيوخ التحليل في النادي الاهلي، ومع النجم السابق طبعا كابتن عادل طعيمه، برضه هنتكلم عن افتتاح اهلي الاقصر، هنتكلم عن ظهور النادي الاهلي في مباراه الاسماعيلي امبارح اللي محتاجه في مباراه فيتا كلوب المقبله كل حاجه على الصعيد يعني الفني والنفسي والمعنى، كل حاجه الحقيقه في المباراه المهمه في مشوار افريقي باذن الله. ان شاء الله باذن الله تكون حلقه مميزه وفقره مميزه. دايما النهارده كمان زي ما بنقول في انجاز كبير جدا جدا، انجاز دوت بيحسب اكيد لاداره النادي الاهلي ومجلس ادارته. كان النهارده احتفاليه في حضن التاريخ، حضن التاريخ، ومفيش اجمل من مدينه الاقصر.
يعني مدينة الأقصر من أجمل بلاد العالم. النهاردة كان في افتتاح تاريخي، يعني بنتكلم على نادي أهلي الأقصر. النهاردة كان في افتتاحية رائعة بحضور طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكمان سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات والعضو المنتدب. ده بجانب طبعا أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي العميد محمد مرجاني المدير التنفيذي، وكمان لفيف من رموز ونجوم القلعة الحمراء وشخصيات عامة كتيرة جدا، وأكيد القيادات الأمنية والتنفيذية بمدينة الأقصر. طبعا أهلي الأقصر يعني أكبر نادي رياضي في المحافظة، طبعا مساحة كبيرة جدا بتصل ل 13 فدان، يعني نادي متكامل في ملعب كرة قدم قانوني، مدرجات حوالي 5000 متفرج، ملاعب مختلفة بقى للألعاب الجماعية والفردية، في حمام سباحة أولمبي، صالة مغطاة، هذه الصالة بمساحة يمكن فدان ونص، مبنى اجتماعي يشمل كل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية، بخلاف طبعا وجود المسجد والجيم وملعب التنس وملعب الخماسي. يعني عايزين نقول لحضراتكم ان نادي أهلي الأقصر أو أهلي طيبة نادي نموذجي، وزي ما حضراتكم شايفين احتفالية وفرحة كبيرة جدا جدا لأهلينا في الأقصر، صورة رائعة. وزي ما بقول دايما حضراتكم النادي الأهلي في حتة تانية، هذا الصرح وهذه الصورة الرائعة اللي قدام حضراتكم بتدل على إنجاز جديد من إنجازات النادي الأهلي، قلعة جديدة تضاف لقلوع النادي الأهلي في مصر كلها. وطبعا زي ما قالت زميلتي سهام، ما فيش أجمل من مدينة الحضارة والتاريخ مدينة الأقصر عشان نشوف فيها هذا الافتتاح الرائع. سهام، الحقيقة كابتن هاني إن ده حدث مش عادي النهاردة، وبيؤكد عظمة النادي الأهلي زي ما قلنا وتطوره المستمر، بحثه الدائم عن الأفضل، بحثه عن الأفضل كمان لجماهيره. وعشان يكون في مكان وكيان كبير للنادي، في جزء مهم جدا جدا من مصر يعني في الصعيد الحقيقة، وده مش بس النهارده للأهلي بيقدمه، ده بكورة يعني للأهلي القادم إن شاء الله الفترة اللي جاية في كل محافظات وأماكن مصر كمان، مش في الأقصر بس. الحقيقة أيضا أنه أهلي الأقصر بعد ما تم الانتهاء من كل الإنشاءات وكل الخدمات النهاردة جواه لكابتن هاني رمزي يعني أتلاقى على حضراتكم، أصبح منظومة مش بس معنية بالرياضة، لا منظومة خدمية رياضية اجتماعية متكاملة بتتناسب مع مكانة الأهلي، مع حجم الأهلي، مع تاريخه. تاريخه النهاردة بيتجاوز 114 سنة، كان الخبرات يعني النهارده في خبرات كبيره جدا بتتعاون في هذه الـ يعني الاحداث او هذا الحدث العالمي. شركه استادات الوطنيه المصريه صاحبه الشراكه الاقتصاديه طبعا مع النادي الاهلي اللي احنا هنا اتكلمنا عليها اكتر من مره، واللي نتج عنها النهارده اهلي الاقصر. ده الحقيقه يعني شيء كبير جدا بيدل على يعني حجم هذه المؤسسه والدور الكبير في انه يعني اهي الاقصر بتظهر بالشكل المتميز ده. وأيضا استمرار التعاون المثمر بين الأهلي الكيان الكبير واستادات اللي ولدت عملاقة واللي بدأ من ملعب الأهلي والسلام، وكمان في تطوير قناة النادي هنا وباقي المشروعات طبعا. المهم أنه الأهلي الأقصر النهاردة بيمثل حلقة قوية جدا لزيادة هذا الترابط ما بين جماهيره، جماهيره اللي بالملايين في الصعيد النهاردة واللي جاي احسن. النهارده في تعزيز لهذا الدور التاريخي في التنميه المجتمعيه والرياضيه والانشائيه زي ما قلنا، ومن خلال دوت اكيد في جزء او عائد اقتصادي مهم طبعا من خلال استغلال اسم النادي الاهلي وقامته الكبيره. خلونا النهارده واحنا بنتكلم عن هذا الحدث التاريخي اللي كان فيه الحقيقه رموز وشخصيات على كل المستويات، شخصيات رياضيه طبعا وقامات كبيره جدا، كان في مقدمتها وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي. ودكتور اشرف صبحي النهارده من هذا المكان الغالي في مصر وعلى قلبنا كان له كلمه مهمه جدا جدا في افتتاح اهلي الاقصر. خلونا نسمعها مره تانية مع حضراتكم كده ونرجع تاني في البيت الكبير. جعل الرياضة أسلوب حياة من خلال تشجيع المواطنين على ممارستها، إضافة إلى تنفيذ برامج مخصصة للكشف عن المواهب الواعدة في مختلف الألعاب وتوفير الرعاية والدعم لهم باعتبارهم أبطال مصر مستقبلاً.
كما أننا نؤكد على دعم الحكومة المصرية للاستثمار الرياضي من أجل أن يصبح من ضمن الدعائم الأساسية للاقتصاد، حيث نسعى في وزارة الشباب والرياضة إلى تعظيم الاستثمار الرياضي من خلال مشروعات الطرح الاستثماري للشباب والأندية لمراكز الشباب والأندية الرياضية بنظام حق الانتفاع بمشاركة القطاع الخاص وفق مجموعة من الإجراءات والضوابط العاملة في هذا الشأن. ومنذ أن بدأنا مشروع الطرح الاستثماري في أواخر 2018 وحتى الآن وصل حجم الاستثمار في عدد 219 مركز شباب على مستوى الجمهورية 1,400,000,000 جنيه، فيما وصل حجم الاستثمار في 34 نادي في 14 محافظة نحو 3,410,000,000 جنيه. وبفضل هذا المشروع تم تطوير الانشاءات الرياضية بتلك المراكز والأندية وتوفير عائد مالي مناسب لها للإنفاق على صيانة البنية التحتية ودعم الأنشطة المنفذة. إن الأندية الشعبية لها تأثير كبير داخل المجتمع، فهي تتمتع بجماهير عريضة تلعب دورا رئيسيا في مؤازرة فرق أنديتهم الرياضية في مختلف المناسبات، فإنما تجد النادي تجد جماهيره خلفه تسنده وتدعمه. ومن المؤكد أن هناك أعدادا كبيرة من هؤلاء الجماهير يرغبون بكل فخر في الانضمام لعضوية تلك الأندية الشعبية والاستفادة من الخدمات الرياضية التي يتم تقديمها. ومن هنا يتحتم علينا جميعا التفكير بجدية في دراسة إمكانية التوسع في إنشاء فروع جديدة للأندية الشعبية مثل ما نراه الآن على مستوى الجمهورية، تحقيقا للدور الوطني لتلك الأندية في التنمية المجتمعية والرياضية والإنشائية، ولتنضم إلى المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في جميع محافظات مصر. وفي الختام لا يسعني سوى أن أتقدم بخالص التقدير والعرفان لمجلس إدارة النادي الأهلي ومسؤولي شركة السادات ومسؤولي جهاز مدينة طيبة محافظة الأقصر على الجهود التي تبذلها ليخرج فرع النادي الأهلي بالصعيد من قلب مدينة طيبة إلى النور من أجل خدمة أبناء طيبة الأعزاء، وإلى لقاء في افتتاح مزيد من المشروعات الرياضية. في الحقيقة أنا عايز أقف هنا برهة بسيطة دون تطويل، لكن الفكرة يمكن لما أبرمناها في 2018 مع فكرة الاستادات، إن إحنا قلنا في استادات مصر على مدى 27 محافظة إن إحنا عايزين نطورها. الحقيقة بدأت الفكرة إن إحنا ينشأ ما بيننا وما بين أحد طبعا الجهاز الوطني لإخراج شركة وطنية إن هي تعمر وتنمي بحقوق مختلفة في مديول اقتصادي جديد، إن هي تطور تلك الاستادات. وبالفعل أصبح هناك في كل محافظة تنمية رياضية من خلال تحويل الاستادات إلى خدمة مجتمعية متكاملة وأيضا تطوير الاستادات. لكن النهاردة بنخرج لإطار جديد أيضا مع الشركة الوطنية في شكل آخر في المساهمة والمساعدة والتنمية من خلال الأندية، وده أول نموذج بنشوفه النهاردة لهذا التطوير من خلال الشراكة الأخرى مع السادات والنادي الأهلي. ودايما وزارة الشباب والرياضة تحقق وتحرر الجزء الاقتصادي والاستثماري، فبندي الطلاقة لكل مجالس الإدارات إن هم يطوروا دخلهم من خلال هذه الشراكات وهذه الأعمال الاستثمارية في الرياضة. الرياضة منتج خدمي ذات قيمة للمجتمع وللدخل القومي. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة شيء أكتر من رائع، وكمان كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بتدل على قيمة كمان النادي الأهلي وقيمة شركة استادات الوطنية اللي بتقوم ولسه هتقوم بأدوار عظيمة في مش على مستوى الرياضة بس، على المستوى الاجتماعي زي ما حضراتكم شايفين. كمان كان المهم جدا جدا أهالينا في الصعيد، وإن شاء الله هيبقى فيه فروع كتيرة جدا. شركة استادات الوطنية بتقوم بدور أكتر من رائع على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الرياضي، ويعني زي ما عارفين ان كمان ده انجاز كبير لمجلس اداره الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب يعني قال كلمه النهارده وانا هاخد منها جزء بسيط جدا، انه حدث تاريخي. ليه؟ لان على ارض تاريخيه. حدث تاريخي لان النادي الاهلي زي ما حضراتكم عارفين وكلنا بنقول انه في حته تانية خالص. النادي الاهلي بيشتغل كمؤسسه
ومؤسسة مش مؤسسة رياضية، لا مؤسسة كمان خدمية على مستوى المجتمع. النادي الأهلي بيسير في اتجاه موازي مع كمان مجهودات الدولة، مجهودات الدولة اللي دايما رحل الصعيد وأهلينا في الصعيد، يمكن في سنوات يعني بعيدة كان يمكن إهمال شوية في هذه المنطقة، لكن النهاردة سياسة الدولة، سياسة النادي الأهلي يعني متجهة في هذا الاتجاه بشكل أكتر من رائع. كلمة كابتن محمود الخطيب هنسمعها مع حضراتكم، قد إيه كان فخور بالنادي الأهلي، قد إيه فخور بأهل الأقصر. نشوف كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ونرجع مع حضراتكم. أحب أرحب بجميع السادة الحضور وجميع المشاهدين والمتابعين لهذا الحدث الكبير. الحمد لله رب العالمين، إحنا في لحظة ومناسبة تاريخية يجب أن يفخر بها كل أهلاوي. النادي الأهلي النهاردة على أرض الصعيد الطيبة، أرض الحضارة، أرض الحضارة والتاريخ، أرض أهلنا أجدادنا وإخواتنا وأبنائنا وأحفادنا في مدينة الأقصر الجميلة. وزي ما هي عادة النادي الأهلي دايما أن يكون الرائد والسباق وصاحب رسالة، صاحب رسالة وطنية، وده دوره على مدار التاريخ أن يشارك في دفع عجلة التنمية والتعمير التي تشهدها بلدنا الحبيبة في كل المجالات بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلفه مؤسسات الوطن لوضع مصر في المكانة التي تستحقها. يمكن هنا أحب أن نحكي لحضراتكم عن كيف جاءت فكرة أهل الأقصر. في البداية اتصل بي صديقنا نائب الأقصر الأستاذ أحمد إدريس وعايز يعرض عليا فكرة، والحقيقة استقبلته في النادي وشرفنا في النادي، وكانت الفكرة أن في نادي مميز في مدينة طيبة في الأقصر، ليه النادي الأهلي ما يستغلش هذا الأمر؟ فأنا بشكره جدا على اهتمامه ببلده واهتمامه طبعا بالنادي الأهلي. كمان في نفس اللحظة لقيت شركة استادات الوطنية الحقيقة بتقول لي نفس الموضوع بس كمان بقى بشيء أكبر شوية، وهي وحدة الأهلي الاقتصادية، مش بس يكون استاد أهل الأقصر، لا وكمان استاد الأهلي والسلام وكمان مجمع حمام السباحة وكمان تطوير قناة الأهلي. مجموعة كبيرة، أعتقد إن كان هناك نقاشات طويلة وقعدنا مع بعض كتير مع قيادات شركة استادات، اللي أنا بشكرهم كلهم حقيقة على مدى عمق رؤيتهم وأفكارهم تجاه كيفية إسعاد يعني الجميع او سعاد الجماهير الرياضيه في كل المحافظات. ويمكن الحمد لله بدا اللعب فعلا في استاد الاهلي والسلام، وانشاء يعني ان شاء الله يعني يستكمل بعض الحاجات الصغيره اللي احنا لازم هنتكلم مع بعض فيها باذن الله. تبقى حاجات بسيطه في استاد الأهلي والسلام عشان تكون الصورة كاملة بإذن الله. وكم تم تطوير القناة أعتقد على أحدث يعني ما يعني اللي انتم شايفينه، يعني حاجة فعلا نفخر بها جميعا يعني. ونأمل الحقيقة أن يعجلوا بافتتاح مجمع حمام السباحة بإذن الله قريب إن شاء الله. والنهاردة بنفتتح أهلي الأقصر. مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في النادي وأنا معهم، إحنا سعداء جدا جدا بوجودنا النهاردة على أرض جنوب مصر لنساهم في رعاية النشأ والتواصل الاجتماعي والثقافي وفتح آفاق جديدة للشباب. ويمكن ده الدور الكبير اللي دكتور أشرف صبحي مهتم بيه جدا جدا يعني. وعلى فكرة الصعيد قدم لمصر مواهب كثيرة جدا في جافة المجالات، مش بس رياضة، في الثقافة وفي الشعر، في حاجات كتير جدا.
وهنا يجب ان احنا نهتم جميعا باهل الصعيد اهلنا. ويمكن عايز اقول هنا برضو في حاجه مهمه جدا، ان الاقصر ان شاء الله دي بدايه وليست نهايه. النادي الاهلي نسعى، مجلس ادارته نسعى ان يساهم الاهلي في اتاحه فرص اكثر لمواهب الصعيد ان شاء الله في الاوقات القادمه باذن الله. وان شاء الله احنا مستمرين في اداء رسالتنا ودورنا المجتمعي تجاه بلدنا، ومستمرين ايضا في التعاون مع كل الشركات الوطنيه المصريه. مبروك اهل الاقصر، وكل الشكر والتقدير لجماهيرنا واعضاء النادي الاهلي لدعمهم المستمر ليبقى ويستمر دائما الاهلي تاريخ مبادئ تطوير. ومن هنا بشكركم جميعا مره ثانيه، بشكر جميع الحضور، بشكر كل من ساهم في هذا الامر، وعلى بركه الله نفتتح اهل الاقصر. والسلام عليكم ورحمه الله. دي البدايه زي ما كابتن محمود دلوقتي كان بيتكلم. والحقيقه علشان النادي الاهلي يعني جماهيره بالملايين، فتلاقي او تلاحظ انه النادي الاهلي ده له تاثير كبير جدا جدا على المجتمع. لان انت النهارده يعني انا النهارده بتابع ماتش كوره، فريقنا بيتعادل، الناس بتتقدر اكيد، الناس بتقعد متضايقه فعلا. طيب. النادي الاهلي ده هو اللي بيظبط المود، هو اللي بيظبط المزاج الحقيقه، فدوره كبير ودوره المجتمعي الكبير جدا جدا. النادي الاهلي لا يغفله هذا الكيان المهمه. علشان كده النهارده دكتور اشرف صبحي في كلمته، لو هتاخدوا بالكم، النهارده بيطالب ان يكون في دراسه بامكانيه التوسع لفروع النادي في كل او على مستوى محافظات مصر كلها، وده مهم جدا جدا. ده اللي المفروض بتعمله كل الانديه الكبيره، ومفيش اكبر من الاهلي، مفيش اكبر من الاهلي لا في الوطن العربي ولا في مصر ولا في افريقيا كلها. دلوقتي خلونا نسمع تاني كلمه رئيس مجلس اداره شركه استادات والعضو المنتدب المهندس سيف الوزيري، قال ايه في هذا الافتتاح الضخم. خلونا نعرف ونرجع تاني في البيت الكبير. السيد الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، السيد محمد عبد القادر نائب محافظة الأقصر، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، الحضور الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في واحد من المشروعات الرياضية الاجتماعية الثقافية الكبرى في بقعة من أغلى بقاع مصر. أهلا بكم في نادي الأهلي الأقصر. إنه يسعدني ويشرفني أن أكون بين حضراتكم اليوم في افتتاح هذا الصرح الكبير. من أرض الحضارة نتطلع للمستقبل، نبني ونعمر ونطور لصالح مصر الغالية. من الأقصر بلد الحضارة العريقة التي أبهرت العالم كله لتحكي التاريخ بأروع الحكايات، واليوم يطل علينا نادي التاريخ من بوابة التاريخ، حيث يبرهن النادي الأهلي دوما أنه مؤسسة وطنية كبرى قدمت مواهب عظيمة وأمدت المنتخبات الوطنية بنجوم كبار في كافة الألعاب ورفع علم مصر في المحافل الدولية. ومن أرض الطيبة والكرم والأخلاق مدينة طيبة تحكي لنا اليوم نتيجة التعاون والشراكة المثمرة بين شركة استادات والنادي الأهلي، وهي قصة نادي الأهلي الأقصر. أحب أن أشكر كل من ساهم في هذا الحدث الكبير، إنه تعاون مثمر بين جهات الدولة المختلفة، وهدفنا في النهاية إسعاد المواطن العزيز من أهلنا الكرام في الأقصر خصوصاً وجميع محافظات مصر عموماً. نتمنى للنادي الأهلي مزيداً من النجاح والتطوير، وللأقصر بلدنا كل المحبة والتقدير، ونحن افتتاح مشاريع أخرى قريباً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنقول تاني مبروك ليه يعني أهلنا في الأقصر والصعيد على هذا الإنجاز، ونادي أهلي الأقصر، وإن شاء الله في المستقبل هيكون في نادي الأهلي وفروعه دايما منتشرة في محافظات مصر. كمان عايزين نشكر قناة النادي الأهلي نفسها، احنا شايفين صورة أكتر من رائعة، تغطية رائعة جدا جدا، وافتتاح أكتر من رائع، الصورة كانت جميلة جدا، وكان يعني التنظيم على أعلى مستوى، كمان كاميرات وكل من قام ب
يعني وصوله هناك في الأقصر، وهذه الصورة العظيمة اللي وصلت لينا. كل الشكر طبعا لكل القائمين على كمان الصورة والتنظيم الرائع لافتتاح أهلي الأقصر. مجهود طيب. كبير. مجهود كبير جدا طبعاً. طيب تعالى نروح بقى معاك يا سام لفرقتنا النهاردة طبعا، يعني بعد الفوز الكبير جدا، أعتقد كان فوز مهم جدا للنادي الأهلي على مستوى الدوري، إنك إن شاء الله في تواصل مستمر للحصول على الصدارة مرة تانية، وعلى المستوى المعنوي كان مهم جدا النادي الأهلي يعمل مباراة جيدة. يعني كسب 2-0 من الشوط الأولاني شوية، الشوط الثاني وده الأهم كانت مباراة على المستوى الفني في الشوط الثاني مباراة رائعة، مكسب معنوي مهم جدا محتاجه النادي الأهلي في الفترة اللي جاية. ما كانش في وقت طبعا للراحة مستر موسيماني، النهاردة كان في استشفاء، كان في تمرين النهاردة، عمل كمان مسحة لكل اللاعبين. طبعا حضراتكم عارفين ان الماتش ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي في الكونغو. النهارده قبل التمرين كمان مستر موسيماني قعد مع لعيبه النادي الاهلي، اكيد طلب منهم التركيز بشده على ماتش فيتا كلوب، مباراه مصيريه تعتبر في طريق ان شاء الله الوصول للعشره، وقال لهم نصا، قال لهم نصا قفلنا خلاص صفحه الدوري و خلاص نركز في الماتش اللي جاي لان ده هو الاهم ان شاء الله نخرج بيه بنتيجه ايجابيه. كمان قال لهم ان لازم المرحله الجايه محتاجه تركيز، وتحديدا مباراه فيتا كلوب، عشان باذن الله كلنا امل وان يقدم عرض جيد، وده اللي قاله موسيماني اللعيبه، عايزين نقدم عرض جيد ونحقق نتيجه جيده ان شاء الله تكون ايجابيه للوصول لدور الثمانيه. كمان موسيماني شرح للعيبه النادي الاهلي بعض الامور الفنيه طبعا الخاصه بالمباراه، كان مباراه الاسماعيلي كان فيها ايه ثغرات، كان في ايه ما كانش على المستوى المطلوب خاصه في الشوط الاول. كمان ده على يعني ملف نادي الاسماعيلي اللي قفله، لكن كمان مركزين بشكل كبير جدا على مباراه فيتا كلوب. طبعا حضراتكم عارفين ان المباراه اللي فاتت انتهت 2-2 بالتعادل، النتيجه ما كانتش اكيد مرضيه، والحقيقه يمكن اتكلمنا كتير عن هذه المباراه، فرص كتير جدا جدا ضايعه من النادي الاهلي، كان المفروض الاهلي يخرج على الاقل 4-5-0، لكن سيناريو غريب خرج بالمباراه لنتيجه 2-2، وده اللي اكد عليه النهارده موسيماني سهام مع اللعيبه، ان احنا خلاص مباراة الإسماعيلي خدنا أهدافنا منها، ثلاث نقاط كانوا مهمين جدا، هنقفل الصفحة ديت ونركز بشدة على مباراة إن شاء الله فيتا كلوب يوم الثلاث بإذن الله. إن شاء الله. وبصرف النظر كمان عن الظلم التحكيمي اللي تعرض له الأهلي في هذه المباراة تحديدا النهاردة كمان، وعشان نطمن جمهورنا بقى على أيمن أشرف النهاردة اللي غاب قدام الإسماعيلي، النهاردة خد ميران التأهيلي وكان منفرد على هامش تدريبات الفرقة، لكن ما شاركش في التدريبات الجماعية، والجهاز الطبي طبعا بيحاول تجهيزه لماتش فيتا كلوب، عشان كده الأهلي رفض تماما فكرة المخاطرة بيه في ماتش زي الإسماعيلي، وطبعا بيديله الفرصة الكاملة للتعافي حاليا. مهم جدا جدا ومؤثر وجود أيمن الحقيقة. النهاردة كمان موسيماني كان بينه ما بين دكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق جلسه عشان يطمن على حاله ايمن تحديدا، وباقي طبعا اللاعيبه المصابه زي علي معلول اكيد، محمود وحيد، وفي طبعا عندنا ولا ست يعني من مصابين النهارده في فريق النادي الاهلي. وكان النهارده موسيماني بيسال السؤال، يعني كان بيسال عن مدى استجابه اللاعيبه للبرامج التاهيليه دي اللي بيخضعوا ليها علشان يتعافوا من الاصابات المختلفه. صحيح طبعا، عشان كده يعني كمان نطمن جماهيرنا على يعني كمان حاله علي معلول. علي معلول زي ما شفنا المباراه السابقه، ايمن اشرف بيقوم بدور اكتر من رائع، لكن علي معلول يعني مهم جدا جدا حتى للحاله الهجوميه للنادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ اتكلم عن الموضوع ده النهارده وقال ان شاء الله علي معلول هيشارك في تدريبات الفريق بدايه من يوم السبت اللي جاي. اللاعب طبعا الكبير علي معلول انهى البرنامج التاهيلي اللي خاض عليه الايام اللي فاتت، وزي ما حضراتكم عارفين يمكن علي معلول بقاله فتره طويله غايبه طبعا بعد كاس العالم للانديه او في وسط مباريات كاس العالم للانديه، وكان في برنامج تاهيلي. هو كابتن سيد عبد الحفيظ بيطمنا ان هو اكمل هذا الملف التاهيلي، وان شاء الله باذن الله بيشارك في تدريبات الرئيسيه للنادي الاهلي يوم السبت اللي جاي. وزي ما حضراتكم عارفين علي معلول اكيد قيمه كبيره جدا جدا، وقوه هجوميه وقوه دفاعيه لا يعني لا غنى عنها. ايمن اشرف بيقوم بدور اكتر من رائع في هذه الجبهه، لكن كمان خليني اقول يعني كمان بشهد احمد بيكم كمان ادى اللي عليه وزياده. مباراه نادي الاسماعيلي على المستوى الدفاعي كان اكتر من رائع، اكيد ما بيلعبش برجليه الشمال ده ما ساعدوش شويه في الحاله الهجوميه، لكن احمد بيكم كمان قدم مباراه رائعه، وكل التوفيق طبعا لفرقتنا، وكل التوفيق ان شاء الله
ليه المباراه المصريه، مباراه مصريه يوم الثلاث، كلنا ثقه في جهازنا ولعبتنا ان شاء الله ان احنا نمر بهذه الازمه وان شاء الله نوصل لدور الثمانيه باذن الله. يا رب. مهم جدا يا كابتن، مهم جدا. واحنا من هنا طبعا اكيد ودايما بنتمنى التوفيق ان شاء الله لفريقنا، سواء في مشواره في الدوري النهارده، في افريقيا كمان هنتكلم يعني حديث مطول جدا جدا عن مباراه فيتا كلاب المرتقبه. خلونا نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستقبل اولى فقراتنا الحواريه مع الاستاذ محمود صبري الناقد الرياضي الكبير في جريده الاهرام ومدير تحريرها ايضا. اتفضل. مجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير، أول فقرتنا الحوارية النهاردة مع الناقد المتميز ورئيس القسم الرياضي ومدير التحرير بجريدة الأهرام الأستاذ محمود صبري. هنتكلم فيه أكيد على الإنجاز التاريخي النهاردة، أهلي الأقصر، وقد إيه أهمية هذا النادي في طبعا في الصعيد. كمان هنتكلم أكيد على مشوار النادي الأهلي على المستوى الأفريقي بعد تجاوز نادي الاسماعيلي والفوز 2-0 وملفات اخرى عديده. بنرحب بيك يا استاذ محمود معانا في البيت الكبير. اهلا بيك كابتن، نورنا. النهارده كان في حاجه، يعني كان في حدث تاريخي، وهاخد من كلمه الكابتن محمود الخطيب ان على كل اهلاوي ان يفتخر بناديه. والنهارده اهل الاقصر او اهل طيبه او اهل الصعيد ما هو الا انجاز جديد بيضاف لانجازات اولا مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب، قلعة جديدة تضاف لقلوع النادي الأهلي، كمان على المستوى الخدمي بالنسبة للنادي الأهلي كمؤسسة مش بس رياضية، كمان على مستوى الخدمة الاجتماعية. بالظبط. فحضرتك شفت الافتتاح ده ازاي، ومدى عمق كمان الشراكة الجيدة جدا جدا مع شركة السادات؟ عاوز اقول لحضرتك حاجة، لو قعد النادي الأهلي والمسؤولين عشان يخططوا انه يبدأوا بإنشاء فرع من عاصمة مصر التاريخية طيبة، أعتقد ما كانش يوصل بالمرحلة اللي احنا وصلنا لها. عندما اتفق التاريخ مع بعض، صحيح يعني، صحيح. يعني الأقصر من 3200 سنة قبل الميلاد، والأهلي في تاريخه وعرقته الممتد على العصر الحديث تاريخ كبير جدا ممتد، فينطلق من الأقصر، ده دليل تحمل فطياتها كثير من المعاني. أولا إنجاز وفكرة انك تبقى موجود في كل محافظات مصر، ده يدل على الشعبيه الكبيره، وانك انت عاوز تقرب اكتر من الناس اللي بيحبوك، وانك انت بتروح لهم. كمان بتفتح مجال واسع جدا ارتباط الجماهير والنادي، وعندك عضويات في كل مكان، وخطوه مهمه جدا. اعتقد دايما كان المسؤولين في الاهلي بيتكلموا انه لازم هذا الحب وهذا الحب الكبير لدى الجماهير على كافه الاصعده توجب انك تبقى موجود في كل مكان، انك تروح بفرقتك تلعب هناك، تقرب من الناس وتشوف، وبتدي العلاقات تخليها يبقى فيها ارتباط، انك انت تتفاعل بالصوره الواضحه. فتبدا من الاقصر عاصمه الصعيد، والصعيد بالنسبه للاهلي من معقل الجماهير التاريخيه المعروفه، وعلى الرغم انه الصعيد يعني المواهب اللي طلعت منه في الكوره يعني مش بالصوره الكبيره، لكن اعتقد في السنوات القادمه والمقبله وجود الاهلي في الاقصر وفي قنا وفي سوهاج وفي اسوان، ويعني خرج من الصعيد نجوم كبار، كل هذه فتره طبعا يعني نجوم على مستوى كمان الرياضه، على مستوى الكوره، على مستوى الثقافه. يعني بقول لحضرتك كل الكلام ده بيزيد، لانه امور ما فيش نادي لو جينا مثلا عالميا انك انت تفكر في الانديه الكبيره جدا ان هي متواجده في كل الاماكن مش موجود. يعني الخطوه فيها جوانب كتيره جدا، غير الجانب الرياضي في جانب اجتماعي، في جانب ثقافي، في جانب فكري. في خطوه مهمه جدا في حضور رئيسنا الاهلي معالي وزير الشباب والرياضه، شركه استادات متمثله في المهندس سيف الوزير. كل هذه الامور دي خطوات مهمه جدا، كمان تبدا من عبق التاريخ العظيم، تاريخ مصر الحاضر. الأقصر أو طيبة زي ما كانت تسمى، العاصمة كانت عاصمة سياسية وعاصمة دينية، صحيح. وعاصمة الإمبراطورية القديمة والجديدة. يعني أنت جاي بادئ من التاريخ كله، فأعتقد أنه خطوة مهمة جدا، مشروع هادف على بداية يعني عاوز أقول لك إيه، اتساع رقعة محب الأهلي في كل مكان على مستوى الجمهورية الكبيرة.
صحيح، ويمكن وحضرتك بتتكلم كان في صوره للاستاذ او المهندس سيف الوزيري، طبعا رئيس مجلس اداره شركه السندات والعضو المنتدب، والشراكه الرائعه اللي يمكن كابتن محمود الخطيب كمان اشاد بيها، بدايه من طبعا ملعب الاهلي والسلام، بنتكلم على تطوير قناه النادي الاهلي، كمان مشروع احنا بنتكلم دي خطوه اولى، ان وجود اهلي الاقصر دي خطوه اولى بالتضامن مع هذه الشركه الوطنيه العظيمه اللي اعتقد فيها اتجاهات حتى على مستوى حكومتنا، على مستوى طبعا القيادة السياسية، طبعاً ان احنا نروح للناس في اماكنها، ان احنا نروح لاهلنا في الصعيد، ان احنا نروح في كل محافظات مصر، وده بيقرب كمان على المستوى الاجتماعي في اماكن الناس تستمتع بها على المستوى الاجتماعي، على المستوى الرياضي زي ما حضرتك قلت بتبقى يعني نقط مضيئة إن شاء الله لكمان ظهور عناصر رياضية مش في كرة القدم بس، في جميع اللعبات وجميع وعلى فكرة المواهب موجودة عندنا. كابتن أنت مطالب مش التركيز على كرة القدم فقط، صحيح. أنت مطالب، إحنا لما ظهرنا بالصورة على الصعيد الأولمبي ظهرنا من خلال الأندية الشعبية، مظبوط. يعني أغلب الميداليات كانت من أندية الإسكندرية، أندية واضحة وتاريخها كبير، مثال على رأسها النادي الأولمبي، أندية طبعا شعبية كانت عندها فرص إنها بتدي للألعاب الأخرى. انت مطالب بالاهتمام في هذه الخطوه، انك تضع سياسه كالنادي الاهلي مع شركه استداد المسؤوله ان يبقى خطوه التنقيب والبحث، عن مواهب الجنوب، عن مواهب واظهارها وتلميحها وتقديمها، ده دور مهم جدا. وفخامه السيد الرئيس لما انت تشاهد المشهد كده وتبص عليه تجد فيه اهتمام كبير جدا بالشباب وبالرياضه، وكمان لابد من المؤسسات الفاعلة في الدولة أن تأخذ خطواتها الحقيقية وتقوم بمسؤولياتها تجاه هذا الوطن من خلال تنمية الانتماء لهذا البلد وتقديم طبعاً أفضل ما لديه. فأعتقد أنه من خلال هذه الخطوات تستطيع الأندية وعلى رأسها النادي الأهلي وهو سباق وصاحب خطوات مهمة جدا في على صعيد الرياضة المصرية أن يقدم أيضا وجه جديد بالنسبة له. ما هو الوجه؟ إذا كان الأهلي هو رقم واحد في كرة القدم على الصعيد الأفريقي والمحلي مثلا، فلا بد أن يكون له خطوة إيجابية في الاهتمام بالألعاب الأخرى، اللي هي الألعاب الجماعية برضو، الباسكت والسلة والطائرة، بخلال الألعاب الفردية تستطيع أن تقدم نموذج آخر تتميز به في خلال الأماكن اللي هي في الصعيد وفي الوجه البحري. وأعتقد أنه دي خطوة يعني إيه الأولى على طريق يعني احداث نهضه كبيره جدا بمشاركه الانديه ومؤسسات الانديه وايضا مع الدوله. خطوه مهمه، اعتقد تجربه هيبان اثرها مش النهارده، هيبان اثرها قدام، لكن يتبعها ده مشروع، مشروع كبير يا استاذ محمود. ما انا بقول لحضرتك اهو يتبعها انك انت تهتم، تبحث، تنقب، هتلقى كثير من مش من مواهب، هتلقى كثير من مواهب الكوره. وده على فكره طبعاً. انا بقول لحضرتك كمان ان يعني بجانب الدور الرياضي اللي بيقوم به النادي الاهلي على مستوى الدور الاجتماعي بيقوم به باكتر بجهد اكتر من رائع بالخلال بالشراكه طبعا مع استداد. استداد كمان بتقوم بدور اللي حضرتك بتتكلم عليه ان في فروع كتير ان شاء الله بالنسبه، وده اللي اتكلم عليه الدكتور اشرف صبحي، اتجاهات الدوله ايه، ان احنا نروح للناس في اماكنها، ان شركه استداد اي استاد محتاج وعندنا استادات في فروع مصر كلها او في محافظات مصر كلها هتلاقي تجديدات وهتلاقي نجوم ان شاء الله يعني بينقوا كمان المواهب في كل الالعاب مش في كره القدم بس. وده ده حضرتك ده حاصل دلوقتي يعني. هنا بقى يتم وضع السيستم الواضح من الهدف، انك انت بتبقى عندك ناس متخصصين بيعمل لك دراسات انت بتقدمها، صحيح. ايه الاماكن اللي انا اقدر اكتشف فيها نجوم في العاب القوى، نجوم في الهاندبول، نجوم في مناطق، نجوم في الفولي، في مناطق في العاب القوى مختلفه، في رفع الاثقال، انت بتدي فرصه هنا وبتدي حوافز انك انت يعني ايه تبحث. وهذه المناطق حرمت كثيرا وجاء الوقت ليمنح ابنائها يعني طوق النجاه والحياه لخطوه مهمه جدا. بس هنا بقى ايه عليك الا تثقل عليهم، لانه لديهم الطموح انك انت تاخد بايدهم تديهم الفرصه وتديهم المساحه انك انت هم يشاركوا ويقضوا بالرياضه وتفتش، وعندك مجموعه من المدربين المميزين لابد اختيارهم بعنايه. عندما تبدا الخطوه الاولى كابتن هاني سيتبعها خطوات نجحت، الخطوه الاولى سيتبعها خطوات ناجحه. الشكل والامل كبير جدا، الهدف عظيم، اعتقد انه انا بقولها لك اهو خطوات مهمه جدا
ودي ليها أثر في ضرب كل معاقل أي نوع من الخروج عن الصف، أي نوع من الخروج عن ناحية اتجاه التطرف. عندما يجد النشأ الرياضة والرياضة والهدف أنه عنده هدف، ستجد يتجه إلى هذه الفرصة. أعتقد فرصة مهمة جدا يتبعها أيضا الاهتمام بالفكر والثقافة أيضا من الندوات، من تنظيم. يعني عاوز أقول لك تستطيع أن تؤتي بحالة مهمة جدا في الوقت الحالي. الدولة فيها عمل كبير بيتم على الصعيد بدءا من السيد رئيس الدولة، بدءا بكل المؤسسات. أعتقد أنه دي خطوة، وعندما تأتي من الأقصر فعليك أن تتفائل لأنها طيبة الخير. صحيح، كلنا متفائلين أن دي خطوة أولى إن شاء الله، وبإذن الله زي ما حضرتك قلت انطلاقة، وده اتجاه الحكومة، اتجاه طبعا القادة السياسية، أن احنا زي ما بنقول نروح كمان الاهتمام بالرياضة مهم جدا جدا، لكمان زي ما بنقول ظهور كوادر وظهور مواهب، وده هياخدنا في سكة تانية خالص، كلها سكة إيجابية. فإن شاء الله كل التوفيق، وبقول دايما النادي الأهلي في حتة تانية دايما. يعني بيتسأل السؤال هو اشمعنى النادي الأهلي؟ عشان النادي الأهلي يعني مؤسسة كبيرة جدا، النادي الأهلي رقم واحد في كل حاجة. فعشان كده حتى الشركات العالمية وشركة استادات الوطنية ما لقيتش أفضل من النادي الأهلي إنها تكون في شراكة ما بينهم، وده زي ما بنقول ده شيء إيجابي جدا جدا ولصالح مصر كلها. احنا بنتكلم لصالح الوطن. يعني في يومين يا كابتن هاني نتيجة التعامل، الناس بتتكلم مشروع طويل صنعت هذا الكيان الكبير. وعاوز اشكره بصراحه يعني وزير رياضه، يعني هذا الرجل لا يهدى ولا كل ولا من دكتور اشرف، بامانه شديده انا مشفق عليه انه يتحرك دوما، تجده في كل الاماكن. صحيح، وعمل حاله، ويعني بيجتهد في تقديم انه الوزاره بتقوم بعمل كبير جدا. طبعا مش كل حاجه بتبقى كامله، لكن كل حاجه ما دام فيها اخلاص والسعي لهذا الوطن فواضح النتيجه والمشهد لازم نبص عليه. ما نبصش يعني ما يبقاش الهدف انك تبص على السلبيات بقدر انك انت شايف حاله ايجابيه، ودي خطوه، وعندما يتم تنميه الايجابيات والتركيز عليها بتزول وقتها السلبيات مهما كانت، لانه السلبيات ستصغر مهما كانت، لانه كل يسعى ولديه طموح الا توجد هذه السلبيات. فالراجل بامانه شديده عنده عمل كبير، يتحمل ضغوطات كبيره، اتمنى له التوفيق. النادي الاهلي، بقول كابتن محمود خطيب، النادي الاهلي يخطو خطوه كبيره جدا ومهمه جدا، سيظهر أثرها في السنوات، ليس الآن، سيظهر أثرها في السنوات القادمة. على الأهلي أن يقوم بدوره في المجتمع، أن يقدم النسخة الجديدة من الأهلي 2021 اللي هي ليست كرة القدم فقط، هناك ألعاب أخرى مع كرة القدم يتم التنقيب عن المواهب، سيعلو الاسم ويزداد. أتمنى التوفيق إن شاء الله لهذه التجربة، وبشكر سيف الوزيري ومحمد مرجان على العمل الكبير اللي بيعملوه. أكيد أكيد طبعا كل الشكر للقائمين على هذا المشروع الضخم، وزي ما بقول لحضرتك دي خطوة، وإن شاء الله في خطوات نجاح جاية بإذن الله. وأنا كمان بنشكر الدكتور أشرف صبحي على المجهودات الكبيرة اللي بيقوم بيها، وخاصة كمان الدعم اللي الأندية الشعبية اتكلم عليها بصفة خاصة النهاردة، أن الأندية الشعبية لازم نهتم بها بشكل أكتر من رائع. فبداية طيبة إن شاء الله، وبإذن الله متفائلين أن القادم بالضبط القادم إن شاء الله يكون أفضل. الطموح الأكبر بالنسبة للأهلي أعتقد المرحلة اللي جاية بعد الخطوة دي أنه يبقى التفكير في بناء الملعب الخاص بالنادي الأهلي. الأهلي ده الحلم الكبير. طبعا الحلم الكبير لجماهير الأهلي، وأعتقد أنه دي أعتقد خطوة في حسابات، ومن يعني اعتقد من النقاط المهمه جدا لمجلس اداره الاهلي والكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي. اعتقد مستقبلا او قريبا ستكون هناك خطوه مهمه ومفاجاه كبيره جدا في السعي نحو انشاء ملعب كبير يضم النادي وكل فرقه الرياضيه، لانه الاهلي يجب ان يكون له ملعب خاص كبير بعد هذا العمر الكبير. صحيح. للاسف الانديه الكبيره في مصر تمتلك ملاعبها يعني، فاتمنى ان شاء الله تكون من الخطوات المهمه. واعتقد انه استادات مشروع مهم جدا وجه في وقته، وخطوه مهمه جدا هيكون لها دور كبير جدا ايجابيا في رياضه الاقاليم وخطواتها. فاعتقد ان شاء الله نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي وكل انديه مصر ان تحظى وتخطو مثل هذه الخطوات ان شاء الله. كل التوفيق لاداره مجلس اداره النادي الاهلي، اللي انا شايف بصراحه رغم الظروف الصعبه وكورونا والظروف الماليه، لكن بنتكلم دلوقتي في كمان نادي اهلي الاقصر، كنا بنتكلم لسه من شهور قليله على فرع التجمع الخامس للنادي الاهلي، بنتكلم على ثلاث فروع اخرى. فما شاء الله يعني انجازات على مستوى التطوير، على مستوى البنيه الاساسيه، في توسع في البنيه الاساسيه بشكل اكتر من رائع، بجانب طبعا البطولات. ومن البطولات دي حاجه تانية. كبير بالظبط، يعني انت بتتكلم في نقطتين
محتاجة مجهود ومحتاجة فلوس كتير جدا طبعاً على طبعاً التطوير الإنشائي وكمان طبعاً فريق كرة القدم والفرق الرياضية. الكلام ده مش هيأتي من الأهلي إلا من خلال عمل الشراكات المختلفة. برافو عليك صح. بيتم تنمية من خلالها الاستثمار والكل يستفيد من ناحية طالما تحقق الهدف المرجو. الأهلي على صعيد العمل كمان على صعيد عمل فريق الكورة أعتقد يبقى في تطوير في المرحلة الجاية بشكل مختلف بعد التجارب اللي شافها في كأس العالم. أعتقد من الحاجات اللي بيتم دراستها في الفترة الجاية. فأنت عندك عمل كبير بيتم بيه النشأ كمان عندك بيتم توسيع القاعدة بتاعته. أنت لما تفتح أفرع ليك في المحافظات أنت بتسهل على الناس في المراكز قريبة بتدي فرصة للناس تروح يعني تشوفها بدل ما بتكلفها نتيجه القاهره هنا بتودي الناس وتوفر عليها امكانيات وقدرات وبتاع والكلام ده بيخلي الناس تبقى ايه حب الاهلي لدى الجماهير الكره المصريه بشكل يعني الناس يمكن ما تلمسهوش لكن لا في شعبيه جارفه وارتباط احنا لمسينها وشايفينها على كافه الاصعده. فاعتقد لما تروح انت للنشأ في مكانه غير لما هو يجي لك طبعاً في المسافات طبعاً في ظل الظروف اللي احنا شايفينها. انا بقول لك الخطوات دي ستبعها خطوات وستبعها عمل كبير طبعا جهد كبير من مجلس الإدارة واضح على مجلس الإدارة حالة التركيز من كل المجلس الإدارة أعتقد كله موجود المدير التنفيذي للنادي الأهلي موجود هناك يعني كل الناس قاعدين كمان مبسوطين عندهم فخر بالنادي الأهلي ودي يمكن الكلمة اللي قالها الكابتن محمود الخطيب في الأول خالص على كل أهلاوي أن يفتخر بهذا الإنجاز الكبير فنتمنى التوفيق طبعا لإدارتنا ونتمنى التوفيق كمان لفرقتنا نخش على فرقتنا كمان اللي يمكن مباراة نادي الإسماعيلي كنا كلنا بننتظرها بنشوف ردود الأفعال إيه هل وكان الأهداف كانت إيه بالنسبة للموسيماني الأهداف إيه لفرقتنا وأعتقد المباراة خرجت لبر الأمان يعني أنت شفتها إزاي ونتناقش في طبعا المكاسب بتاعة مباراة نادي الإسماعيلي وإزاي هذه المكاسب إن شاء الله تترجم إيجابيا لمباراة فيتا كلاب يوم الثلاثاء. على فكرة ماتش إسماعيلي كان مهم جدا أنك تكسبه لانه بيحافظ لك على جزئيه الثقه اللي يعني اهتزت شويه بعد التعادل يعني الظالم من وجهه نظري في مباراه اضاع فيها الاهلي اكثر من 10 اهداف محققين يعني 10 اهداف رسميين غير 25 فرصه والفرص الكتيره الضيعه دي اعتقد في ملموسه هذا الموسم يعني الاهلي بيأدي شوط الاول بيضيع فرصه وافتكر في الشوط الثاني لعيب انا اجيب هدف او اثنين لما المباراه يحصل فيها الظروف. مباراه الاسماعيلي كان الفوز يعني مطلوب فيها جدا لانه اي نتيجه اخرى كانت هتؤدي الى نتائج مش كويسه سلبيه على الفريق. الضغوط النفسيه دلوقتي كبيره جدا يعني في ارتباك مباراه صعبه جدا مع فيتا في ملعبه ولكن اللي انا اعرفه ومتابعه وعارفه كويس جدا انه الاهلي بيظهر معدن لاعبيه في المواقف الصعبه. اتمنى انه اللعيبه يكونوا حاضرين بقوه تركيز شديد. فيتا فريق مش مرعب. فيتا اتغلب من سيمبا. فيتا في مباراه القاهره حتى لو كان سجل هدفين من اخطاء دفاعيه واضحه وعدم تمركز جيد وحاله سرحان اصابت بعض اللعيبه في اوقات لكن تستطيع تحسم المباراه تستطيع بعزيمة وبإصرار بشغل من اللعيبة. اللعيبة هم الأساس يعني المدير الفني يعني ما ده اللي هكلمك عليه أستاذ محمود. بالنسبة زي ما حضرتك قلت كان مهم جدا أن النادي الأهلي يفوز بثلاث نقاط نادي الإسماعيلي. طبعا هنتكلم يمكن الأداء الشوط الأولاني كان بعيد تماما جداً. لكن الأهداف المباراة إيه؟ أهداف المباراة أنك تحصد ثلاث نقاط عشان يبقى دي واحد عشان مشوار الدوري. أنت عندك أنت لسه واحد. عندك مباراة مؤجلة نمرة اثنين الشكل المعنوي ثقة بالظبط الثقه حطه تحتيها كتير جدا لان اي نتيجه غير الفوز كان في الاسماعيلي كان يترتب عليه اثار تانية انت عارفها كمدرب طبعا والناس تعرفها كويس جدا لكن الفوز امتص وهدى واداك انك انت ماشي بشكل كويس على صعيد الدوري وبطوله افريقيا بتحتاج مباراه مفصليه مهمه جدا عليك على اللعيبه ان هم يدافعوا عن انفسهم وموسيماني معاهم. احنا بنبص مع حضرتك برضه استاذ محمود والساده المشاهدين على لقطات طبعا من مباراه الاسماعيلي زي ما قلنا الشوط الاولاني عدى الاداء غير مقنع وده اللي حضرتك بتتكلم عليه ان كان في توتر شويه في ضغط في ضغوط كبيره جدا بجانب ان الاسماعيلي كمان ظهر بشكل كويس بكل امان الشوط الاولاني يعني راح بكذا كوره لكن يعني مش عاوز اقول مش بالخطوره لكن في علامات استفهام
عن بعض اللاعبين محتاجه، يعني محتاجه اللعيبه نفسها تقف على نفسها، مش كمان ما تنتظرش من الجمهور يقول له. هو اللعيب اكيد مرآه نفسه وقادر على تقييمه، واكيد الجهاز الفني بيدي كل واحد ورقته بعد المباراه بيقول له اتفضل انت عملت ايه في الماتش، تقييمه طبعا، على تقييمه واتفرج على الاداء. يعني ما اعرفش في ايه يعني برضو، يعني الشوط الاولاني بالذات بصراحه لا مع لا يعني حتى في مباراه فيتا ليه هدر الفرص، ليه حاله يعني عدم التركيز امام المرمى بالشكل، يعني عاوز اقول لك ايه، لابد يكون في جديه اكتر من كده، لابد يكون في كمان يعني حساب على الكلام ده بصوره بالجهاز الفني. اعتقد المسائل دي مش متعدى عليه. مباراه فيتا مباراه الفرصه الواحد على فكره يا كابتن، صحيح مباراه صعبه جدا، ولن يقبل جمهور الاهلي اي مبررات بعد مباراه سيمبا التنزاني واللي حصل فيها. تقول المباراه اتلعبت العصر، اتلعبت الظهر، مفيش بقى الكلام ده، الظهر والحر والحاجات دي، الجو الحر والكلام ده، لم تعد الامور مقنعه. انا خلاص انت لاعب محترف، شغلتك وعملك وكل حياتك في الملعب، فلابد انك انت تمتلك القدرات على تحمل هذه التبعات، وانك انت تعرف قيمه المكان اللي انت فيه، وانه الاهلي لديه طموحات كبيره جدا. ما ينفعش انه الاهلي يتعرض لمثل هذه المواقف. المباراه كانت مضمونه، لكن برضه من الدروس، إذا اتكلمنا على درس مباراة سيمبا قبل كده، بنتكلم برضو على درس برضو في مباراة فيتا، إنه إضاعة الفرص يتبعها إذا لم تستفيد، انتظر المفاجأة من المنافس. طيب خلينا نتكلم على دايما بنحب ناخد الإيجابيات، يعني إذا اتكلمنا الشوط الأولاني شوط سلبي بجميع النواحي على المستوى الأداء وعلى مستوى النتيجة، لكن نطلع في الشوط الثاني ببعض الإيجابيات. الإيجابيات دي شايفها حضرتك إزاي؟ إيه الإيجابيات غير طبعا الشكل المعنوي والثلاث نقاط داخل الملعب فنيا، شايف في ايجابيات حصلت؟ لما انت بقى بقيت جريء فزت بالظبط، لما بلعت باثنين مهاجمين حتى لو كنت بتلعب بواحد والتاني بيتحرك يمين وشمال، لكن انت عملت ايه؟ عملت نوع من الخلخال. ما هو يعني ايه؟ انت حتى لما بدلت محمد شريف نزلت صلاح محسن، ولما كان مروان موجود برضه عمل يعني بيكتئب. طالما اللاعب بيكتفي في الملعب انت بتطالب ما دام بيأدي اللي عليه ويشتغل وما بيقفش ما بيتفرجش كانه يعني عاوز اقول لك ايه، لا عنده عمل كبير بيحاول دايما بيحاول مره واثنين وثلاثه هتيجي معاك. لا الشوط الاولاني برضو، طب يعني نقول المكسب الاولاني تغيير خطه اللعب في الشوط الثاني وامتلاك الجراءه، يعني انت اتجرأت لما لعبت. طب يبقى في عمليه ريسك حصل، او موسيماني غير طريقه اللعب ل 4-4-2 بوجود راسين حربه، ده شيء ايجابي، وعنده ظرف استثنائي برضه. يعني انا برضه هقول لك طبعا بحيي برضه بيكهام بامانه شديده انه يلعب في المكان ده، وهو اصلا مش عدلته خالص واجتهد على قدر يعني يزو. لكن انا كان لي حاجه يا كابتن اتفضل، يعني المفروض الاهلي عنده في قطاع الناشئين، المفروض عنده من المباريات اللي زي دي. ممكن هتقول لي ده مباراه الاسماعيلي وصعبه، لكن انت يبقى عندك انت بتوصل بتقدم الناشئ بتاعك بتقدمه فين؟ في المباريات اللي زي دي ممكن طبعا المباريات الكبيره ممكن، يعني انت اتولدت في مباراه، انت اتولدت في مباراه سوا، اتولدت في مباراه كبيره صحيح، والناس شافتك وقال لك ده 18 سنه، ايه ده؟ ازاي ده احنا عندنا ما تدي يا عم؟ يعني لازم فين اللي تحت؟ وبرده وممكن يتسند عليه، ما اللي في الملعب بيبقى ساندين ومحوطين عليه وبيساعدوه. برده لما يكون اللاعب بيلعب عدلته غير لما بيلعب طبعا حاجة هو مش متعود عليها. يعني برضو بيكهام بذل جهد كبير في حدود الامكانيات، صحيح يشكر عليه، صحيح. لكن انت انا كان وجهه نظري انت في قطاع الناشئين عندك لاعب واثنين بتبقى موجودين معاك في التدريبات، ودول انت مش جايبهم بتمرنهم بس، لا لو حصل اي ظرف بتدي فرصه لاي واحد منهم. انا اتفق معاك لان ممكن وارد جدا كنا يعني، لكن الموقف كان صعب، لان صعب. انا واخد بالي ان الموقف حتى محمود الموقف وحيد صعب. طبعا وموسيماني خايف على ايمن اشرف من الاجهاد، وبالتالي لا يفضل ان يريحه، وده شيء ايجابي جدا. لكن كمان على المستوى زي ما حضرتك اتكلمت الايجابيات، ان صلاح محسن نزل، ودايما انا بقول صلاح، ويمكن مستر اجيري كان بيقول لصلاح محسن نفس الكلام، صلاح من اللعيبه اللي مش محتاجه فرص كتير، يعني لو جات له فرصتين ثلاثه ممكن يسجل، وده اللي شفناه. يمكن مباراه امبارح نزل وسجل من هدف حلو ومن زاويه صعبه، فده كمان اعتقد على المكسب معنوي ان احنا عندنا حتى لو ما بداش يبقى عندنا ورقه رابحه ممكن تنزل تغير مجرى المباراه. يعني لا بص انت يعني في عندك الجزئيه اللي احنا اتكلمنا فيها يا كابتن، ثبات الجزئيه اللي قدام، ناس حافظين بعض، يعني دي برضو مطلوبه. يعني انت يعني امبارح في الماتش المخرج كل شويه يجيب الصوره على مين؟ على بواليا وقاعد
طيب يعني مع كامل احترام ده يعني المدير الفني هينزله يعني مثلا ولا ايه هو المطلوب؟ ما اللي في الملعب بيد اللي عليه هو كل ما تيجي لقطه لشريف يرجع على بواليا. يعني هو بواليا بيتعرض يعني هو يمر بفتره صعبه جدا مر بيها اي لاعب اكتر من لاعب يمر بالكلام ده يا جماعه. بتيجي وقت بتمر بيك فتره لو انت لاعب لو انت في شغلك لو انت في اي مكان ممكن تيجي فتره التوفيق يبقى بعيد عنك شويه لكن ما بيبقاش عليك على طول لكن في اجتهاد وفي عمل وفي شغل بالتمرين والاصرار ان شاء الله باذن الله تعالى هيقبلها هيبقى في وده ينطبق على مروان يعني مروان مر اعتقد برضو مروان المباراه اللي فاتت مباراه فيتا نزل وهدف والمباراه اللي فاتت مباراه نادي الاسماعيلي عمل اسيست اكتر من رائع فكمان ده منحنى جيد جدا لمروان وبالتالي كمان في ثقه ان مروان دخل في صوره افضل ان صلاح محسن بعد غياب بينزل وبيهدف بشكل جميل فده كل ده بيدي كل ده روح معنوية عالية وثقة في لاعبتنا ان احنا ان شاء الله ده بقى يترجم ان شاء الله في مباراة بيتا كلوب. الاهلي انا زي ما قلت لكم المباريات الكبيرة المباريات اللي هي فاصلة دايما بيظهر فيه قدرات طبعا بس اهم حاجة حالة التركيز وانه المباريات اللي زي دي ما يبقاش فيها الا فرصة واحدة فرصة وفرصتين طبعا التوفيق وعدم التوفيق دي حاجة بتاعت ربنا لكن انت الاخلاص والشغل والتركيز في الملعب فيتا مش مرعب وفيتا يعني يتغلب على ملعبه وتستطيع انك انت تقدم وشفت حجم الفرص اللي اتعملت كتير جدا تستطيع هناك بعد التخلي لن يقبل انا بقول اهو مفيش حاجه مفيش لانه اي نتيجه غير الفوز او التعادل يعني هيبقى فيه مشكلة. حاجي لحضرتك في سيناريو السيناريوهات او كذا سيناريو يمر بيه النادي الاهلي ان شاء الله للوصول او لا قدر الله للبعد عن البطولة الأفريقية لكن مباراة الإسماعيلي كانت مهمة في مشوار الدوري خدنا ثلاث نقاط مهمة جدا بنتكلم كمان على إصابات كتير يعني خلينا نتكلم خاصة على علي معلول ويمكن النهاردة كابتن سيد حتى وليد سلمان وليد سلمان بقاله فترة طويلة جدا كبيرة جدا بس علي معلول يعني عنصر أساسي طبعاً مش عايز الكلام طبعا فدي برضو عودته مهمة جدا في التمرين يوم السبت هيبدأ تمرين إن شاء طبعا. الله طبعا لا المباراة محتاجة تحضيره أنا يعني طبعا هو الجهاز الفني هو صاحب القرار أنا كنت أتمنى أن الأهلي يسافر مبكر على الكونغو على الكونغو يعني هم جولك من السودان على هنا ما رضوش يرجعوا بلدهم قعدوا معسكرين هنا خلاص واجتهدوا واشتغلوا ويعني التوفيق حالفهم في ضربة الجزاء الظالمة اللي اتحسبت خلاص لكن أنا بقول لك أنك أنت هناك محتاج من هنا مش عاوز اقول ما اعرفش يعني هل هو معسكر مغلق هل هو تجهيز اكتر هل هو شغل كبير جدا ودرس الفرقه مره واثنين او اكيد طبعا بيتفرجوا على طبعا ما بيتفرجوش على ماتش واحد يعني طبعا لا يعني محتاجين تركيز اكتر من كده ومحتاجين عمل اكتر من كده الصوره اللي شايفينها البدري بنون اعتقد من نجوم المباراه تعال نختار كده 3 4 نجوم انت شفت مين افضل اللعيبه في مباراه الاهلي والاسماعيلي انا اخترت واحد منهم بدري بنون نمره واحد لان رغم يمكن يعني الضغوط الكبيره والمجهود الكبير اللي بيقوم بيه لكن لسه بيتسم بالهدوء بيتزن بالباص الصح بيتزن بالبوزيشن الصح فانا شايف واحد من النجوم كان بدري بنون حضرتك ومين اليو ديانج ديانج لو خد المباريات بكتير هيرجع لانه كان عنده بدايه يعني اقوى من كده لو احنا رجعنا محتاج يبقى في الملعب افضل محتاج يكون في الملعب اكتر محتاج انك انت تزود يعني ايه محتاج انه يزيد اكتر محتاج في حاجات يعني كانت بتعملها الفرقه انا شايفها اختفت يعني التسديد والشغل الكرات الثابته كانت بتتعمل فترات كده فيها شغل يعني انت عندك ايه في الشوط الثاني فرقه ثانيه نزلت غير الفرقه اللي كانت في الشوط الاولاني مباراة الاسماعيلي طبعا ده الناس كلها قاعده بتتفرج على الماتش مش مصدقه يعني في حاجات بتحصل على ما يبدو في ضغوط كبيره جدا وعدم تركيز وخوف لا دي لعيبه كبيره لعيبه ما ينفعش الكلام ده يعني ما ينفعش باص يخرج من لعيب مره واثنين وثلاثه بصوره خاطئه وعدم تحرك دي برضو من الحاجات اعتقد اللي اختفت كانه مثلا بين الشوطين موسيماني ظبط السيستم فالفرقه افتكرت كل نسي كل اللي حصل لكن انت عاوز اللعيبه عندها قدرات تستطيع انها تقدم كره احلى واجمل من كده. فعاوز اقول لك انه المباراه مختلفه ما انت اخترت العنصر
الهادف الفرقه اللي هو الدماغ يعني بدر. طبعا على مستوى الهجوم. انت شايف مستوى الهجوم مين؟ لا انا شايف يعني مروان لما نزل مروان كان جاي جدا. محمد شريف هايل. محمد شريف بقول لك الحته دي بتاعتي خلاص. يعني انت بص على ضربه الجزاء الحته دي بتاعتي. شوف راح ازاي وعمل ايه. عمل اكتر من محمد شريف. محمد شريف حتى لو ما سجلش وهو بيشكل ازعاج كبير جدا. ده حقيقي. ويستطيع انه بيخترق في كرات لا تتوقعها ابدا. صحيح. دفعه معنويه لصلاح محسن. مروان كمان عمل جهد كبير جدا. وانا اعتقد انه هيسترد كتير من مستواه في الفتره اللي جايه. دي مرحله بتبقى مرحله انتقاليه. مباراه فيتا محتاجه عمل. نخش على مباراه فيتا. عاوزه عمل كبير. يعني الناس متخوفه. خلينا نتكلم بكل امانه. في قلق شويه من جماهير النادي الاهلي ان المباراه النتيجه تخرج على المستوى على مستوى التعادل لا قدر الله يحصل حاجه. خلينا نحط سيناريو كده مع حضرتك. يعني فرص النادي الاهلي ان شاء الله في الفوز هناك. واعتقد الفوز بيبقى خطوه الفوز كبيره. الفوز اولا. الفوز هو الحل. الفوز هو الحل. الفوز حلوه الجمله دي. الفوز هو الحل. صحيح. طيب التعادل. انت تعادلت هنا 2-2. طيب تعادلت 0-0. وتعادلت 1-1. مثلا. لا هي مشكله انك تعادلت 2-2 دي كمان مشكله. انت عارف لو تعادلت 0-0 ورحت تعادلت 1-1 ورجعوا للمواجهه. بالظبط. طيب انت بعد ماتش فيتا طالع على المريخ. بالظبط. وهذه مباراه صعبه. هتشوف المريخ فرقه تانية خالص. مظبوط. تمام. صح. فانت هنا في فيتا لازم تاكل فيتا. في فيتا لازم تاكل فيتا. لازم تاكل فيتا. يعني ان شاء الله باذن الله. ما انا بقول لك باذن الله يعني لازم تاكل فيتا. طب هو فيتا صعب انه يعني لا ده عاوزه تحضير وعاوزه شغل وعاوزه تبقى انت عارف الفرقه ودارسها. ثانيا من ابرز مميزات الاهلي على مدار يعني فرقه المختلفه عنده ميزه انا شايف الاهلي مفتقدها يا كابتن. الضغط على حمل الكوره. استخلاص الكوره بيسيب وقت كبير جدا. يعني انت لو شفت الكوره بتاعت ضربه جزاء ورجعتها بتاعت فيتا شوف اللاعب مشي من فين لغايه فين. دي كلها دروس مستفاده طبعا فين؟ اكيد. ما هو لازم الضغط من بره. لما رحت له انت ما لمستوش. انت رحت له بس يا دوب عملت كده. هو عمل هو راسم حتى. هو راسم بس هو وصل لنقطه صعبه والحكم بلع ايه بنى على بلع اللعبه. بالظبط. بلعها. الضغط مفيش ضغط. وده اللي تم اكتشافه فين؟ في ماتش ايه؟ سيمبا. كتير جدا في حاله خوف غريبه مش يعني مبرره. يعني ازاي اسيب لاعب يقدم من واحد واثنين وثلاثه واتفرج عليه ما اعرفش اخد منه الكوره. دي حاجات اعتقد في حسابات يعني اذكر في حسابات هي دي دروس سمين. مش حسابات دي دروس كمان للموسيماني ان هو في وقت من الاوقات خلي بالك كمان هو كان في وقت من الاوقات بيجذب كتير جدا فلعب عمرو السوليه لوحده ونزل اربع مهاجمين في الدقيقه اللي وصلنا فيها ل 2-1 فده درس مستفاد ان حتى وانت كسبان 2-1 لا انت لازم نقفل كويس نزل كمان واحد ديفندر يبقى الاثنين واقفين او نزل كمان واحد ثالث ديفندر مش مشكله خالص. المباراه اللي فاتت نزل رامي ربيعه علشان شايف ان الامور راحه لازم نمتلك نص الملعب. فاعتقد كل دي دروس مستفاده وده يترجم بقى مباراه فيتا اللي يمكن انا بقول لك اهو شوف الجول اللي هو بتاع فيتا مشي من فين. نفس لعبه يا كابتن نفس لعبه ضربه الجزاء جالك من الطرف وعدى واللي عدى منه كانه بيتفرج سابه يعني ما كان من احترامي يعني الحاجات دي مش يعني ما الحاجات دي طبعا ما الحاجات ما خلاص دي انت ما وصلت المباراه يعني مباراه انا في رايي مباراه كؤوس يعني انت رايح كل يعني المفروض حتى ما تفكرش في التعادل لازم نازل المباراه وبتركز على المباراه انك تكسب هذه المباراه. تكسبها ازاي؟ لا تكسبها بقى بالمجهود بالعرق بالجري المفروض تكسب هذه المباراه. تكسبها ازاي؟ علشان ما نحطش نفسنا في حسبه بيرما. اي انا بقول لك اهو اي حاجه ثانيه هتحطك على المحك وهتقول مش بايدي ده بايد عمرو هو اللي هيخلص المساله. طب عمرو ما خلصش المساله طب انت تروح فين؟ لان احسبها لانه 2-2 عملت لك مشكله. طب يعني عارف لو نتيجه مثلا اي حاجه يعني مثلا 0-0 او 1-1 لكن كل ما تدي فرصه انت الخوف انك تصل لمرحله المواجهات المباشره. وانا بقول لك اهو لا بديل عن الفوز. الفوز ده مستحيل. لا مش صعب. صعب بس عاوز عمل عاوز شغل عاوز اجتهاد
عاوز تلافي الاخطاء تقدر تعمل تقدر فرقه مش مرعبه لا مش مرعبه على ملعبها كويس انه ما فيش جمهور. هتقول الشمس ايه شمس وضله والكلام ده؟ لا يا جماعه لا. اعتقد انه موسيماني مطالب كمان يبرهن على قدراته في التحديات الكبيره وانه يعرف يعمل ايه هناك وياخد المباراه ازاي ويسيطر وازاي يخلي فيتا ما يدخلش الملعب. ما يخشش المباراه يعني بالظبط المباراه ما يخشش يعني ما يخلوش لو سجل فيه خلاص هتبقى مشكله. طب ما دي النقطه اللي بنتكلم عليها. هو دلوقتي موسيماني مطالب انه يكسب وبالتالي مطالب بحاله هجوميه وبالتالي انك يجي فيه جول ده هتسبب لك مشكله. فعمليه البالانس دي تتحط من خلال التشكيل في الاول. هل التشكيل علشان نعمل بالانس ونامن شويه نلعب بثلاثه في نص الملعب ويبقى بلاش حكايه ثلاثه ونص؟ ما انا باخد رايك. انا بلاش ماشي يعني انا بتكلم بلغه شويه اللي ان احنا لازم عايزين نكسب بس يعني ما يجيش فينا جون الاول. طيب نحقق ده ازاي؟ بنفس طريقه اللعب بنفس الافراد ولا شايف انه ممكن يكون في تغييرات معينه في بوزيشن او في طريقه لعب؟ يعني انت خلاص هنا رجع لك تدعيم كويس علي معلول عودته كويسه جدا. هو علي هيتمرن بس يعني ما اعتقدش هيبدا يعني هتلعب بأيمن اشرف يرجع تاني مكانه ايمن اشرف وياسر ابراهيم يرجع ماشي. في مكانه خلاص ماشي. دي ما فيش مشكله نص الملعب لا اتنين في نص الملعب تمام. هو حمدي كان كابتن. اذا ما كانش عندك الشجاعه هتخسر. الشجاعه مطلوبه لكن انت كمان لازم الشجاعة. طب اسالك سؤال حضرتك انت راجل يعني كنت محترف في من اكثر الدوريات التزاما. الكره لما بتتقطع من اللاعب بيبقى اتفرج ورا انا قاعد ولا بيبقى؟ لا طبعا صح. في حاجه دلوقتي اسمها انا دفاع وانت هجوم ولا كله 11 بيدافعوا ويهاجموا؟ لا انا بتفق معاك ان بس كان عندنا مشكله في مباراه هنا فيتا جات لنا ديت ان احنا عايزين عايزين نكسب بنهاجم ونضيع فرص ويعني تتقطع الكوره الارتداد بيبقى ضعيف ففي مساحات. فازاي ديت مين مسؤول عن الارتداد؟ المسؤول عن الارتداد اللعيبه. لكن في اداره فنيه كمان بتقول لا يعني واحنا بنهاجم يا جماعه لازم يكون في تامين للحته ديت لان احنا شفنا عندهم سرعات وبالتالي الفرقه اللي عندها سرعات بتعتمد بشكل او باخر حتى لو هم بيدافعوا انه يطير الكره الواحد سريع ياخدها ويجري. حلو كلام. وهم بيلعبوا على ترتان كمان طبعا خلي بالك بيلعبوا يعتمدوا على انه بيجي لك من الاطراف بالظبط ما بيخترقش على فكره ما بيخترقش من العمق شغل هو بيلعب على الاطراف بيلعب على الاطراف وهم شطار في الجزئيه دي صحيح. خلاص يبقى انت عرفت خصمك ومنافسك كويس جدا ومحتاج انك انت تلعب على اخطائه فما تخليهوش يدخل المباراه صحيح. ويسجل فيك لانك في الحاله دي انت في الحاله دي هتبقى النتيجه صعبه عليك طبعا خلاص لان هو خلاص انت بتدي له فرصه الامل ان هو يصعد فهيقاتل فانت لابد انك انت تباغت وتدخل المباراه انت مبكرا باحرازك هدف صحيح. اخذت زمام المبادئ واحرزت هدف انت قلبت الطاوله عليه في ملعبه هو يتوتر هتبقى عندك فرصه في المساحات وفي عندك فرصه بسيناريوهاتك البديله وعندك لازم اللعيبه يتحضروا كويس جدا صحيح. لازم اللعيبه يعرفوا ان دي مباراه مفصليه في مشوار الفريق في بطوله افريقيا هيكمل يا يبقى على المحك فيها لا ان شاء الله ان شاء الله نكمل باذن الله. الاهلي والتجارب واللي حصل والمواقف وخده من مباراه الوداد ما كانش حد يتوقع الاداء اللي ظهر فيه الفريق وصوله للمباراه النهائيه اعتقد انه يعني ان شاء الله باذن الله تعالى يكون في كمان تجهيز حتى لو الملعب كان ترتان لازم يبقى في تدريب على الترتان هيروح ان شاء الله يتمرنوا تمرينتين هناك على الملعب وثلاثه كمان عشان كده انا بقول لك ايه كان نفسي انك انت خلصت الماتش امبارح انك انت ركبت طيارتك ومشيت النهارده وصلت بكره معاك 3-4 ايام هناك بقى خد ايه اقول لك ايه خد عيش الاجواء خلاص ما عادتش. وزي ما انت قلت يا استاذ محمود هو دايما النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي لما بتتحط في مواقف صعبه اكيد المعدن القوي للنادي الاهلي وده اللي اتربينا عليه الصلابه الصلابه لازم تظهر لو ما ظهرتش يبقى خلاص لا ان شاء الله في حاجه غلط. لا ان شاء الله انا عايز اقول لك ايه لازم تبين طينه البطل طينه صحيح. البطل من كتر الضغط عليها بيظهر معدنها الاصيل فانها بتبرز قدرات يعني اللعيبه بيأدوا وبيخرجوا كل اللي جواه فهو ده الفريق البطل فعلا يستحق انه يكون في المكان ده طبعا. صحيح ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا يعني فقره مميزه كالعاده نورتنا وشرفتنا دي كانت طبعا نهايه فقرتنا الاولى وبعد الفاصل هنستقبل نجم كبير النجم رمزي صالح بعد الفاصل.
بنرحب بحضراتكم في البيت الكبير في الفقرة الحوارية دي مع واحد من نجوم طبعا النادي الأهلي ومنتخب فلسطين. النهاردة طبعا بنتكلم عن حدث تاريخي يا جماعة، نتكلم عن افتتاح أهلي الأقصر، المشروع الكبير اللي بيأتي في إطار الوحدة الاقتصادية ما بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة، شركة الوطنية العملاقة. هنتكلم النهاردة عن افتتاح أهلي الأقصر مع ضيف فقرتنا كابتن رمزي صالح حارس مرمى طبعا الأهلي السابق، وأيضا هنتكلم في موضوع مهم جدا يخص النادي الأهلي واستعداده المرتقب لمباراة فيتا كلاب يوم الثلاث بإذن الله. أولا ازيك، وثانيا مبروك. الله يبارك فيك. نقول مبروك ليه؟ عشان هما جائزتين. اه، احسن كان موقع الاتحاد الاسيوي عشان الجون التاريخي لمنتخب فلسطين. دي حلوه انه الاتحاد الاسيوي سلط الضوء على الرياضه الفلسطينيه. صحيح. بشكل مهم عام جدا طبعا، وحاجه كويسه يعني. عارف اخيرا لا، الفكره انه عارف فترة انت لما تبطل كورة دي صعبة، فالحاجات دي بتبقى كويسة. تاني حاجة طبعا استفتاء حصل في فلسطين على احسن محترف اخر 20 سنة. دي حقيقة. انت نجم كبير يا رمزي بصراحة، مبروك بجد يعني، مبروك ليك. وطبعا نجم كبير على مستوى منتخب فلسطين، عملت تاريخ كبير جدا جدا. وزي ما انت بتقول يعني، منتخب فلسطين رغم الصعوبات اللي كان بيقابلها في مشواره على التصفيات الاسيويه او تصفيات كاس عالم، وبتلعبوا بره بلدكم، ويعني امور كانت صعبه جدا، بالرغم عن كده حصولك على الجائزتين دول دليل ان على التفوق، ودليل على ان كمان قيمه المنتخب الفلسطيني وانت كنجم كبير من نجوم اولا النادي الاهلي ومنتخب فلسطين. فنقول لك مبروك وبالتوفيق دايما بقى في المشوار اللي جاي. هنتكلم يعني برضو في المشوار اللي جاي. كلام كبير بعد كلامك مفيش كلام. لا يا حبيبي، لا تستاهل كل خير. هنتكلم كمان النهارده رمزي على حدث اعتقد كل جماهير النادي الاهلي وكل من ينتمي للنادي الاهلي بيكون فخور بيه، وجود اهلي الاقصر بالصوره الرائعه اللي ظهر بيها. اعتقد ده انجاز يضاف للنادي الاهلي، وزي ما قالت سهام ودايما بنقول الشراكه المميزه مع شركه استادات الوطنيه عامله حاله جيده جدا جدا. والنادي الاهلي القيمه العظيمه، وهذه الشركه يعني العملاقه استادات الوطنيه عاملين دويتو اكتر من رائع، وده كله في صالح الكره المصريه وفي صالح الرياضه المصريه بشكل عام، وفي صالح كمان اهالينا النهارده في الاهلي في الاقصر، لصالح اهالينا في جنوب مصر. طبعا يعني دي اكتر اعتقد انه توضح قيمه النادي الاهلي. صحيح. اكتر ناس سعداء بالموضوع ده اهالي الصعيد. طبعا حاجه عظيمه يعني، انت مش متخيل لما كنا بنروح مثلا تلعب هناك ماتشات جمهور الصعيد، حاجه عظيمه. اكيد النادي الاهلي اتاح لهم فرصه ان هو يعمل فرع هناك، ده حاجه جميله. موضوع الانتماء ده حاجه يعني حاجه ما توصفش. طبعا النادي الاهلي وجوده هناك يخدم اهالي الصعيد، ده حاجه يعني مش عارف اقول ايه، بس حاجه بصراحه هم كانوا محتاجينها كمان، انه بينتمي المكان ده. يعني هو محتاج طبعًا يعني يعني شعب الصعيد محتاج دوت، والنادي الاهلي مع شركه استادات عارفين دوت وحسبوه صح، وقرروا بلد جميله جدا. انا بالنسبه لي اجمل بلاد العالم هي الاقصر بصراحه. طبعا يعني الاقصر واسوان وكل اهالي الصعيد طبعا ليهم حق علينا وليهم حق على النادي الاهلي. صحيح. والنادي الاهلي يعني اتاح لهم الفرصه دي ان هو موجود، وبالشكل الرائع اللي شفناه والاحتفاليه الرائعه اللي موجوده دي، ده طبعا اتمنى ان هو يخدم اهالي الصعيد ويبقى حاجه مشرفه طبعا هناك. ويا رب كل الناس، ويبقى مش بس في الصعيد، يبقى في كل حته في مصر. صحيح. باذن ضروري جدا، ضروري زي ما انت قلت، ده نادي كبير، والمفروض دوره حتى المجتمعي لا يقل اهميه عن دوره الرياضي. وحتى يمكن في كذا كلمه النهارده في افتتاح النهارده الحدث ده، كان حتى فكره دايما ان انا باكد على انه مواهب، انت عشت في مصر ومامتك مصريه، فعارف انه معظم او اغلب حتى المواهب والمبدعين طالعين فعلا من الصعيد. فانا النهارده بتكلم عن اتاحه فرصه كبيره جدا جدا لاخواتنا وابنائنا واحفادنا، زي ما كابتن طبعا خطيبي كان بيتكلم النهارده، انه النادي الاهلي يقوم بدوره ده
ده حقه على المحافظات دي. طبعا هي الفكره انه الاول كان في مدارس كوره تتنشئ مثلا، او مثلا اكاديميه النادي الاهلي في الاقصر او في اسوان او كده. دلوقتي مش انت بس مش بتخدم كره قدم، انت بتخدم كل الالعاب. صحيح صحيح. فدي ميزه كبيره، يعني اهالي الصعيد انا متاكد ان هم بيجوا القاهره مثلا، في ناس بيتمنوا يخشوا النادي الاهلي، وكان في ناس كتير يكلموا عايزين ندخل مثلا زياره في النادي الاهلي. دلوقتي النادي الاهلي بقى موجود، ماتشات تتلعب هناك. صحيح. الكابتن رمزي كمان، ما احنا بنتكلم النهارده عن اكبر ملعب في الصعيد كله موجود النهارده في فكره في الاقصر كامله، موجود عليها شعار نادي الاهلي هناك. دي حاجه رائعه، هتتيح فرصه كبيره، بس مش في كره القدم، في كل الالعاب، كل الالعاب مختلفه طبعا، واكتشاف مواهب. والناس طبعا في الصعيد انت عارفه في مواهب كتير مليانه طبعا، يعني طبعا في نجوم خرجوا من الصعيد على مستوى المنتخب مصر، على مستوى كمان الثقافه، على مستوى يعني دايما مصر ولاده، وخاصه الصعيد يعني عندهم موهبه فطريه كده في الكوره كمان بالذات. ده بياخدنا كمان لانجاز كبير جدا، انا لسه كنت بتكلم يمكن مع الاستاذ محمود صبري، انجازات مجلس اداره النادي الاهلي في الفترات السابقه، رغم ان كان في ظروف كورونا، ولكن التطوير اللي حصل كمان في الشراكه مع شركه السداد، بدايه من ملعب الاهلي والسلام، قناه زي ما انت شايف ما شاء الله يعني تعتبر من افضل القنوات الحمد لله على مستوى التلفزيون المصري، بتتكلم دلوقتي على كمان فرع جديد. ف الشراكه دي مهمه، وعلى الجزء الاخر ان اداره كابتن محمود الخطيب مش مهتمه بس بملف الكوره كاهتمام اول، لكن خدمه الاعضاء وخدمه الجمعيه العموميه، ده كمان شيء مهم جدا بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي. طبعا يعني انت لما تكون في مكان بحجم النادي الاهلي وانت مسؤول عن، اكيد مجلس الاداره بيحط مشروع طويل الامد. صحيح صحيح. ملف كره القدم ده جزء من المشروع، لكن هو مش المشروع الاساسي. انت عندك العاب مختلفه، انت عندك نادي اجتماعي، منشآت عندك قناه توصل رسالتك، توصل الصوره اللي انت بتعملها، توصل الحدث الرائع اللي حصل النهارده. اكيد الحاجه دي كلها ما بتجيش من فراغ، اكيد في طبعا مشروع محطوط، في فيجن، في رؤيه، طبعا كره القدم دلوقتي بقت استثمار وخطه مدروسه هي اللي بتوصلك للنتائج والنجاح. النجاح ده ما بيجيش من فراغ، هي منظومه متكامله، في اللي خطط وفي اللي نفذ وفي اللي وصل الرساله للعالم كله والناس كلها. طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، ده الصوره يعني اللي قدامنا، ده نادي اهلي الاقصر طبعا، يعني طبعاً. زي ما قالت سهام شكله تحفه، يعني طبعاً. ملعب كره رئيسي، بتتكلم على مدرجات 5000، بتتكلم على نادي اجتماعي، بتتكلم على حمام سباحه اولمبي، بتتكلم على صاله مغطاه، الشكل اكتر من رائع. 13 فدان ده طبعا، ده 13 فدان. هو بصراحه حدث مهم قوي في السنه دي انه يحصل الكيان اللي حصل ده هناك، والمشروع ده حاجه رائعه بصراحه. مره تانية بنشكر شركه استادات الوطنيه طبعا، اللي دايما بنقوله وبنكرر، ده مش اول تعاون مع نادي الاهلي. شركه استادات القابضه النهارده قامت بدور مهم جدا جدا كمان في موضوع الاهلي والسلام، وان شاء الله يمكن عوائد عديده جدا جدا من خلال طبعا افتتاح اهلي الاقصر، اهلي الصعيد، من خلال طبعا الوحده الاقتصاديه للاهلي أهلي وشركة استادات. عايزين بقى نروح لمباراة امبارح الأهلي والإسماعيلي، كانت مباراة مهمة جدا جدا، كان أهم ما فيها حصد الثلاث نقاط بالرغم من الأداء اللي عليه بعض من التحفظ. شوفي لو نتكلم في الأداء، طبيعي أي فرقة بتمر يعني بهبوط في المستوى وارتفاع في المستوى، ده طبيعي. الأهلي الفترة اللي فاتت عايزين نغير نغمة الجيل السابق والجيل الحالي بصراحة، لو مقارنة الأجيال. مقارنة ليه؟ لأنه الجيل السابق مثلا احتك بمدارس وكان فيه نجوم رائعين وحاجة يعني بصراحة كانوا بيعملوا فروق فردية. بس برضو الجيل الحالي مثلا اتغلب مثلا في نهائي، وصل نهائي أفريقيا كذا مرة وما عرفش، لكن في الآخر مرة حققها، ما وصلش قبل كده مثلا لكاس عالم الانديه، وصل احتك بمدارس وبانديه كبيره، فالحاجات دي كلها اكسبتهم خبرات. فدلوقتي ممكن ان انت يعني تقارنهم بالجيل اللي فات، فالخبرات دي كلها بتساعدهم ان هم يعني يقدروا يرجعوا، يقدروا يقفوا على رجليهم، يقدروا يحققوا مزيد من البطولات.
طبيعي. حتى لو تتفرج على بايرن ميونخ بعد كاس العالم للانديه مر فتره وحشه في الدوري الالماني وخسر ماتش وتعادل ماتش وخسر. فده طبيعي. 3-3 انت بتتكلم مثلا على ماتش فيدا كلوب، الاهلي ادى اداء رائع لكن ما كانش في توفيق في اللمسه الاخيره. الاهلي بصراحه عشان نتكلم في كره القدم في مشكله في اللمسه الاخيره. مشكله انا بعتبرها مش مشكله افراد، هي مشكله انتزاع ثقه نوعا ما. يعني بوليا اعتقد ان هو فاقد الثقه نوعا ما، في ضغوط عليه. اي واحد بيجي في المركز ده بالذات بيعاني من ضغوط كبيره، لازم يتحرر من الضغط ده شويه عشان يقدر. ما حسيتوش فاقد الثقه لما قابلناه؟ يمكن احنا اول طبعا ناس يعني استضفناه هنا في القناه كان لا، بالعكس انا حسيت انه هو عنده الشخصيه دي. بس هو يعني لما كان حتى ثقة الملعب مش ثقة فاكر ملعب. لما كنا ثقة ممكن لا ممكن يكون عشان الضغوط اللي بيتعرض ليها. يعني فاكر لما كنا بنساله عن المدافعين اللي هو ممكن مثلا يقلق منهم، فكان ليه رد انا عجبني جدا الحقيقه لما قال لك هم اللي يقلقوا مش انا اللي اقلق. فحسيت قد ايه هو جاي بشخصيه الاهلي جاهز، ده بدليل انه هو كمان يعني ليه رصيد مع الجونه، يعني ليه رصيد قبل كده مع الجونه. فقد ايه يعني ما حسيتش الثقه، حاسه حاجه تانية بس انا مش يعني هي ثقه الملعب يا سامي. يعني هو انا عندي ثقه في نفسي لكن ثقه الملعب بتبقى مختلفه. والثقة يعني والثقه بره بحاجه. هو بيروح على الجون كتير بيروح على الجون كتير قوي. بس الضغوط اللي عليه هي اللي بتخليه متاثر، بتخلي الثقه دي تنتزع شويه. انت لو هو ده الفرق لما انت تلبس تيشيرت نادي تاني غير لما تلبس تيشيرت نادي الاهلي. انت بتلعب يعني تيشيرت اي نادي انت متحرر من الضغوط. تيشيرت نادي الاهلي تقيل بصراحه، انت بتتكلم ملايين، كل واحد نفسه يبقى يحقق حاجه. الضغوط اللي عليه دي هي اللي بتاثر على انت تقصد انه العين عليه يعني متفوكس عليه غصب عنه يعني. يعني انا اقول لك على حاجه، المدير الفني محقق كام بطوله مع النادي الاهلي موسيماني؟ موسيماني محقق 3 بطولات لغايه دلوقتي وبتعرض لانتقاد طبيعي. ده طبيعي. فانت يعني من تعادل ماتش يعني حتى بتاكله انت تعادلت وكسبت بتتعرض لانتقاد، تكسب بتتعرض لانتقاد من الاداء، ولو ما كسبتش برضه بتتعرض من للنتيجه. ايوه فطبيعي يعني انت اهو كسبت الاسماعيلي ومتعرض للنتيجه من الاداء. فده طبيعي، ده النادي الاهلي، انت لازم اللعيبه ياخدوا على الوضع ده او الجهاز الفني ياخدوا على الوضع ده. بس انا هاخد رايك في يعني واليا لان امكانياته تؤهله، يعني احنا مش هنقول ان هو فقد الثقه شويه، وده هتيجي من خلال المباريات اكيد. يعني على مر العصور مر مهاجمين كتير وانت اكيد عارف اسماء كتيره مرت على هذا، لكن ككواليتي لعيب لا، لعيب مفيد، لعيب متحرك بيلعب بدماغه بشكل كويس قوي، بيتحرك بشكل كويس. يعني مقوماته هو مقومات النادي الاهلي. امتى ده مع الوقت، يعني ده هيجي مع الوقت. مكاسب نادي الاسماعيلي، مباراه نادي الاسماعيلي يا رمزي شفتها ازاي من خلال اداء فني؟ يعني خلينا على المستوى المعنوي عارفين انها مهمه جدا، لكن التباين الاداء في الشوط الاولاني عن الشوط الثاني اعتقد دي كمان لمسه مدرب ومجهود لاعبين في الملعب. يعني طبعا يعني شوف في فرق، خلي بالك انت لما تكون خارج من ماتش ببطوله افريقيا بعدها بثلاث ايام بتلعب مع الاسماعيلي، بغض النظر عن الوضع الحالي للنادي الاسماعيلي في الدوري لكن يظل قيمه كبيره طبعا وفرقه وفي يعني مباراه خاصه بالاهلي والاسماعيلي على مستوى التواريخ اللي فاتت. صحيح. فطبيعي ان انت يحصل فيه تاثر في المستوى. اللعيبه ادت بشكل رائع واكثر من رائع في مباراه فيتا كلوب وما عرفش تكسب. طيب مباراه الاسماعيلي يعني حته البطل دي اللي هي شخصيه البطل، حتى وانت في ادائك وحش لكن تعرف تاخد 3 نقط بالظبط. فدي ميزه النادي الاهلي، بدات هي دي الخبره اللي بدا يكتسبها اللاعبين. لكن لو نتكلم على افراد بصراحه لازم اللعيبه برضو شويه يبقى في يعني زي ما اقول لك اصرار شويه عند اللاعبين، لازم قفشه يبقى ايجابي اكتر ما نتحرر خلاص. هو الحاجه الوحيده بصراحه اللي كانت مش موجوده مثلا هي اللي هي مش موجوده في الجيل الحالي. الجيل اللي فات كان الواحد يخرج نجم الماتش تاني ماتش ينزل عايز يبقى هو برضو نجم الماتش، او لو جاب جون يبقى ده دافع ليه انه يجيب جون تاني في الماتش. ده مش متوفر حاليا بصراحه.
يعني انا مش متفق معاك في دي شويه يا رمزي. انا شايف انا شايف ان هم بيحاولوا بقدر الامكان. وجهه نظر، احنا بنتناقش وجهه طبعًا نظرك طبعًا. ان طبعا انت لعبت مع جيل كلهم اسماء نجوم كبار جدا جدا، ودايما بنتكلم يعني مقارنه الاجيال ساعات بتكون ظالمه لاحد الجيلين. أكيد. كل جيل بيمر بظروف معينه، لكن انا اللي انا شايف انه في محاولات الناس يعني اللعيبه بتتعب قوي وبتجتهد قوي في ظروف اخرى، في بعض الافراد لازم يدوس على نفسهم شويه، التركيز لازم يزيد شويه، فكلها امور. والنادي الاهلي يعني ما فيش النجم الاوحد، يعني ما فيش حد نجم يعني. انا فاهم، هو احنا اكيد اتكلمنا، بس في اللي هو انت تعمل وتتحر وتعمل شغل عالي لكن يبقى بطريقه ايجابيه اكتر. اوكي، يبقى لمصلحه الفرقه مش فاهم. انا فاهم تقصد ايه، يعني اللي هو اللعب الجماعي اكتر. انا اقول لك يبقى عندك اصرار، ومش الفكره ان انت تروح وتجري وتروح، بس الفكره ان انت تكون ايجابي، الانتاج لصالح الفريق. ايوه، لصالح الفريق. هو ده، هو ده اللي قصدي عليه. قصدي لازم اللعيبه شويه يعني، انت خلاص انت لعيب النادي الاهلي دلوقتي، محقق بطولات كتيره، كل الضغوطات المفروض تكون راحت من عليك شويه دلوقتي، تلعب كوره، كوره النادي الاهلي، الكوره الجميله. فبس طبيعي اللي بيحصل ده، انه يعني المؤشر البياني انه ينزل فتره، اكيد بيحصل ده مع كل الفرق العالم. بس انا موافقاك جدا جدا في فكره انه لازم، يجب علينا الا نقارن هذا الجيل باسماء، بجيل سابق، باسماء سابقه، نقارنه بارقام، نقارنه بانجاز يعني. صح. ده لا، مقارنه هتبقى ظالمه. خلي يعني بالك هيجي الجيل اللي بعد كده ان شاء الله هيقول لك الجيل اللي فات اللي هو على الجيل الحالي، هيتكلم على قفشه، وهيتكلم على شريف، وهيتكلم على شناوي. ويعني انا بقول لك لازم طبعًا. خلاص ما نقارنش الاجيال في بعض، لانه الجيل الحالي ده ما كانش عنده الخبرة اللي موجودة حاليا. غير الخبرة كمان يا رمزي، خلي بالك الجيل ده احنا بنتكلم في زمن كورونا بكل أمانة. ان ظروف صعبة جدا، وانك كنت تاني هرجع ان احنا ما كانش عندنا نشاط، وبعدين دخلوا على مباريات مهمة جدا، الضغوط على اللاعبين انا شايف انها كبيرة من ناحية المباريات، تعدد المباريات، تعدد المسابقات. انا ما بقولش كده ده عذر للعيبة، انا بحاول اوضح حالة اللعيبة ايه. عندنا لعيبة على مستوى فني اكتر من رائع، كلهم نجوم، ودايما النادي الاهلي هو النجم، فريق النادي الاهلي هو فريق النادي الاهلي النجم. ما عندناش اسم كده طالع اللي هو انا النجم الاوحد، ده مش موجود في النادي الاهلي. المطلوب ايه الفتره اللي جايه يا رمزي عشان نمر بالمشكله اللي احنا يمكن وقعنا نفسنا فيها بالتعادل مع فيتا كلوب، ان احنا ان شاء الله نوصل لدور الثمانيه مرورا بالمباراه اللي جايه. ايه المطلوب المباراه اللي جايه؟ انا عايز اقول بس نقطه في حكايه كورونا دي. خلي بالك كل انديه اوروبا دلوقتي بقت شبه بعض، لانه فقدت ميزه الجمهور. صحيح. انت شفت دلوقتي ما بقاش في فريق كبير وفريق صغير، لان انت فقدت، انت حتى لو بتلعب على ملعبك، بس حته غياب الجمهور دي مأثره على برشلونه، مأثره على لعيبه، مأثره على برشلونه، مأثره على ميسي ورونالدو. شفت برشلونه كان مادي اداء اكتر من رائع امام باريس سان جيرمان، بس اتعادل. بس يعني خلاص بقى الامور كلها بقت كل الفرق ده نتيجه غياب الجمهور. طبعا مأثر غياب، انت الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني، حتى اللعيبه نفسهم مستوياتهم اتاثرت بسبب ضغط المباريات اللي بيحصل. صحيح. فطبيعي ده اللي بيحصل، بس انا مش شايف انه في ازمه. النادي الاهلي خد التاسعه، والاهلي صعد في اخر ماتش مع الهلال السوداني. انت واحنا قبل ما نخش قلت لي احنا متعودين لازم متعودين نتكعبل شويه. لا ده طبيعي والله. فانا مش قلقان خالص على الاهلي في دور المجموعات، حتى لو تعادل الماتش اللي فات انا متاكد ممكن الاهلي يروح هناك ويكسب فيتا كولا بسهوله كمان. يعني اصل سوء التوفيق اللي حصل في ماتش القاهره صعب يحصل مره تانية. هو الاهلي كان اعلى بكتير فنيا وبدنيا وكل حاجه، بس سوء توفيق. ان شاء الله الماتش الجاي سهل جدا، الاهلي هيقلب المجموعه خالص او كسب الماتش الجاي. اعمل لنا كده مقارنه ما بين المباراه اللي اتلعبت امام فيتا كلاب والمباراه المرتقبه، نقدر نعمل ما بينهم مقارنه دلوقتي؟ المباراه اللي قارني من حيث الفنيات، شكل المباراه ممكن يتغير ازاي، نتيجه المباراه، يعني كلمني عن المقارنه. يعني لا، فرق شاسع لما انت تلعب بره ملعبك ولما تلعب جوه ملعبك. فريق فيتا كلاب اكيد هينزل متحرر شويه، مش هيبقى واقف مدافع بشكل كبير، هو جاي انت عارف. تفتكر النتيجه طمعته شويه في نتيجه 2-2 ولا لسه هيتحفظوا بقى؟ هيتحفظ برضه، لانه عارف انه بيلعب بطل القاره، فا اكيد هيلعب متحرر نوعا ما، بس التحرر ده هيبقى لصالح النادي. لصالح النادي.
طبعا يا ريت طبعا هيبقى لصالح النادي الاهلي. الاهلي عنده خبره اللعب في الملاعب الافريقيه. لعبت قبل كده على ملعب ترتاني رمزي؟ كتير. كتير. مش انا بالنسبه لي بتبقى مشكله يعني حتى لما كنت اسمع عندي رايحين نلعب على ملعب ترتان مش مريح. اللعيبه بتتكهرب. مش مريح عشان الاصابات. عشان الاصابات وطبيعه اللعب على الملاعب الترتان مختلف تماما عن النجيل الطبيعي. بالنسبه لحراسه المرمى بتختلف. اصعب. اصعب بقى. اصعب بكتير. يعني انا عايز اخد من دوت ونروح قال الشناوي لكن الملعب الترتان بتختلف يعني اللعيبه اقول ماشي تمرينتين ثلاثه وناخد على الملعب لكن حارس المرمى اصعب. اصعب قصه ثانيه. اشرح لنا بقى قصه اصعب, أصعب كتير. يعني انا بص انا في حياتي مثلا ما لعبتش على ملعب ترتان الا مثلا كماتشات دوليه لانه بحكم الملعب البيتي بتاعنا في فلسطين ملعب ترتان. ملعب ترتان. يعني انا شخصيا كنت بروح وكنت بحاول اروح قبلها بفتره عشان اتعود على ارضيه الملعب. مختلفه تماما يعني فاهم. بس بخبرتك تقدر تقف على رجلك بفرقتك اللي معاك. اعتقد الاهلي قادر ان هو يتجاوز. اكيد التمارين الفتره الجايه هتتغير على ملعب ترتان. بيحاولوا ياخدوا على الاجواء. طب قبل قبل اللعب المباراه الرسميه الفرق الكبيره خلي بالك يعني بتعرف تتعامل مع الظروف دي. اكيد ان شاء الله واثق في رجاله النادي الاهلي ان هم يبقوا قادرين على تجاوز الماتش القادم باذن الله. اكيد. طب الشناوي بقى ما انا رايحك على الشناوي. ما شاء الله والله بقول لك يعني الشناوي ما شاء الله يعني متالق ودايما ثابت كده وعنده هدوء وعنده قياده. شايف الدور بقى الاهم في الفتره اللي جايه للشناوي على مستوى الملعب القياده داخل الملعب والتركيز ان شاء الله ما يجيش فينا اهداف طبعا بالتعاون مع فرقتنا. الدور ده شايفه ازاي؟ شوف انا دايما مع مقوله انه اي جون بيعدي 30 سنة بيوصل للنضج الكروي الجون بالذات لأنه بيتقل. محمد الشناوي ما شاء الله عليه الفترة الأخيرة أدى أداء رائع رغم أنه بعد كأس العالم اتأثر شوية وبدأت فيه انتقادات حواليه لكن الآن محمد الشناوي ما يختلفش عليه اثنين في مصر أنه حارس مصر الأول ودي حقيقة. الراجل لازم ياخد حقه. اختلف كتير عن زمانات مرت محمد الشناوي كتير. اختلف لا هو بقى ما عنده ميزه غير الاداء الفني بصراحه. يعني انا متوقع انه مدرب الحراس ليه دور كبير في اداء محمد الشناوي حقيقه. ميشيل يانكن مدرب الحراس طبعا ثباته دي تاني سنه محمد الشناوي انا متاكد اثر فيه تماما. بيعرف يتعامل معاه نفسيا على المستوى الشخصي وعلى المستويين. مدرب الحراس ليه دورين. شوف اصل انت كمدرب حراس مش لازم بس هي فكره ان انت تدربه داخل الملعب. لا انت بتجيب الفرق اللي هتلعب ضده في مرحله تحضير الحارس قبل الماتش باسبوع. في تحضير الحارس قبل الماتش بيومين يوم الماتش. العوامل النفسيه دي الفرق الثانيه ان انت تقرا تجيب له تسهل له الموضوع تجيب له الفرق والمهاجمين اللي بيلعبوا ضده تجيب له المميزات بتاعت الفرق الثانيه ازاي بيلعبوا الكره الثابته. طبعا دي كلها ده شغل مدرب حراس. فانت بتسهل على الجون بتاعك الماتش او جيب او بتحطه في صوره الماتش قبل ما يبدا. غير كده محمد الشناوي دلوقتي بقى عنده ميزه ما كان مفتقدها. انا حسيتها اخر سنه في محمد الشناوي القياده. بدأ يفرض شخصيته. الاول محمد الشناوي ما كانش يتكلم كتير. دلوقتي بقيت تحس انه ليه دور. صوته في الملعب كمان انا بسمعه. صوته يعني في الملعب وعلى والكلام واوضه اللبس بقى مسيطر على اوضه اللبس. دي ميزه. دي مهمه جدا طبعا. طبعا. وغير كده بقى الثقه اللي مديها للعيبه ليها دور كبير. ان انت بتلعب في الثقه. الجون بالذات ليه دايما بيقول لك الحارس المرمى نص الفريق لان هو عليه اكبر عامل سواء ضغط او هو يعني اخر خط للمرمى اخر خط دفاع طبعا. طبعا. فلما اللعيبه بيبقى عندهم ثقه في الجون بتاعهم فده بيبقى هو بيسمع كلامك هو بيسمع توجيهاتك. اصل حارس المرمى ما بنظرلوش انه جون بيصد وخلاص. تنظر له من كله ازاي بيوجه ازاي وقفته في الملعب ازاي بطريقه اللعب ازاي بتتكلم مع المدافعين ازاي بتقدر تعمل لغه تواصل مع المدافعين وازاي برضو توصل انه المدافع يسمع كلامك. ده مهم طبعا. يسمع كلامك لما هو عنده ثقه فيك هيسمع كلامك. محمد الشناوي نضج بشكل رائع واكثر من رائع. وبقول لك انا يعني دلوقتي سواء كل الجماهير الكره المصريه مجمعين ان محمد الشناوي بقى حارس مرمى مصر الاول. وعلى مستوى المنتخب المصري يعني قعد فتره الكره المصريه تعاني من مشكله حراسه المرمى بعد عصام الحضري. الحقيقه الراجل ادى اداء راقي
وأدى عمل تاريخ كبير لنفسه ولمصر. جت فترة في فجوة وبدأ في تشكيك في قدرات حراسة المرمى في مصر. محمد الشناوي رجع يعني بصراحة الفترة الحالية أثبت للناس كلها أنه حارس مصر الأول. أنت مين اللي كان بيقوم بدور ميشيل يانكن النهاردة في حياة الشناوي؟ مين اللي كان بيعمل كده مع رمزي صالح؟ شوفي، يمكن المدرب المصري اللي بيعمل الموضوع ده ومميز في الحتة دي بصراحة كابتن أحمد ناجي. عارف أنك هتقول كده. لا بالأمانة يعني لازم نديله حقه. كابتن فكري صالح مع اني ما اتمرنتش عليه بس بيتعامل نفسيا كويس قوي. انا كان طبعا معايا في طبعا في الاولمبياد بيتعامل على الشكل النفسي بشكل اكتر من رائع غير خبراته الكبيره جدا. راجل مدرب حراس مرمى وعنده يمكن طبعا 25 سنه. وبرده عشان دي الكابتن عماد المندوب، في مدربين حراس مرمى في مصر كويسين جدا ولازم نديهم حقهم. لكن اللي ميز مدرب حراس مرمى نادي الاهلي انه محمد الشناوي دلوقتي في قمة عطاء، فواضح تأثيره القوي داخل الملعب على الفرقة كمان الفني والقيادي واضحة جدا عليه بصراحة. في أوضة اللبس النادي الأهلي الفترة شوفي الفترة اللي الأهلي اللي محمد الشناوي حصل فيه تذبذب في المستوى وتعرض لانتقاد بعد كأس العالم، النادي الأهلي غير 2 مدربين حراس مرمى، ودي ما حصلتش في النادي الأهلي. فاللي هو كابتن طارق سليمان وكابتن مصطفى كمان. وده كان يعني كان صعبه تحصل طبعا في النادي الاهلي انه بيغيروا. انت عارف النادي الاهلي دايما سياسته، لكن لما استمر او ثاني سنه محمد الشناوي علي مستواه، رجع فرق علي فرق كتير على المستوى القيادي وعلى المستوى الفني في الملعب. ما شاء الله عمل كاس عالم هاي. طب حراس المرمى في مصر بيتابع الدوري اكيد؟ طبعا. طيب حراسه المرمى في مصر والكابتن حسام البدري داخل على منتخب وداخل على مشوار على المستوى الافريقي غير محمد الشناوي، يعني شايف تحط لنا بعض الاسماء 2 3 4 شايف ان في كوادر او في مواهب او في نجوم ان شاء الله على الطريق بالنسبه لحراسه المرمى؟ يمكن ما فيش خلاف على محمد الشناوي. كابتن حسام البدري اعتقد ان هو في مأزق دلوقتي بسبب انه مين رقم 2؟ صح. لانه ابو جبل ما بقاش يلعب فطبيعي ان هو مش هياخد واحد بيلعب. وفي نفس الوقت انا ضد ان هو ياخد مثلا جنش، لانه مش انت كده لو انت خدت جنش من ماتشين هتظلم الناس اللي لعبت الدوري كامل. لعبت 14 او 15 ماتش، ففي ظلم الحراس مرمى كتير. يعني انا قلت لك انا ما بقيمش جون على ماتش او 2، انا بقيم جون على مشوار طويل. زي انا مثلا محمد عبد المنصف اتالق في ماتش الزمالك، بس انا ما بنظرش الماتش الزمالك، انا بنظر لا بس محمد عبد المنصف متالق في الدوري بشكل عام. خلينا نتكلم بكل امانه، بس موضوع السن بقى هو اللي ممكن يفرق معايا. بس هي يعني برضو غير التالق ده انا بشوفها كارقام اوكي، كارقام وكاحصائيات وترتيب، لانه انا قلت لك انا عندي قناعه انه الجون نص الفريق. أكيد. فأنت لما تكون فرقتك مثلا في ترتيب متأخر ففي خلل نوعا ما، رغم أنه محمد منصف كل التحية أنه هو موجود في الملعب لغاية دلوقتي طبعا، وأنا على المستوى الشخصي بحبه، بس أنا بتكلم بحيادية وكأرقام خاصة على مستوى المنتخب يعني طبعا الناحية الدولية. على مستوى المنتخب أصلا أقول لك على حاجة، معروف أنه حارس مصر الأول أو حارس المنتخب الأساسي محمد الشناوي، فأنت مش من المنطق أن أنت تجيب جون عنده 44 سنة ونرجع طبيعي. يعني أنت هتظلم الناس الصغيرين، فهو الطبيعي أن أنت تجيب واحد رقم 2 أبو جبل لو أنت موجود أبو جبل صعب عشان جنش عشان ما بيلعبش طبيعي هتظلم الناس كلها. ولو خدت جنش أصل إحنا عايزين نخرج من حتة مش شرط ان هو جون المنتخب يبقى اهلي او زمالك، يعني ما انت في ظلم تفرد جون متقال. لا انت بتاخد الافضل. الافضل انت صح، ملهاش دعوه بالانديه. محمد الشناوي انت مش واخده عشان الاهلي، انت واخده عشان ما فيش. طب مين نمره 2 بالنسبه لك؟ والله انا من وجهه نظري ممكن ياخد الهاني سليمان. الهاني سليمان ممكن 3 بقى، انه كده كده محمد الشناوي الحارس الاساسي، بس انت هتجيب واحد تاني اللي هو لا سمح الله لا قدر الله حصل اي حاجه يقدر عنده خبره، لازم برضه يبقى جون يبقى عنده خبره. الهاني راح قبل كده من المنتخب. ممكن التالت تزق تجيب ولد من العيال الصغيرين نوعا ما، حارس مرمى انبي كويس، حارس مرمى انبي محمود جاد عندك ما شاء الله، عمر رضوان متالق فتره كبيره، بس هو لو خد عمر رضوان على المنتخب هيحرج المنتخب. طب ليه بالعكس هيحرج؟ ليه بالعكس؟ لانه محمود جاد هو الحارس الاساسي للمنتخب الاولمبي. طب ما الثقافه دي عايزه تتغير برضه رمزي، ان احنا ان هو كابتن حسام عشان ياخد واحد يبقى لازم يبقى هو ده الاساسي بتاع المنتخب الاولمبي. هو هي وجهات نظر مختلفه، لكن هو ده المطلوب، ان لعيبه المنتخب الاولمبي
يكون ليها دور ودور مهم جدا في المنتخب الاول. اكيد هيلعبوا امتى؟ انا بتكلم اكيد. فانا بتكلم لو هو خد عمر رضوان هيبقى في احراج للكابتن شوقي انه لازم يلعب نمرة واحد يعني. هيبقى في احراج. انا بقول لك في معطيات كده ما بتبقى واضحه الرؤيه. بس محمود جاد السنه اللي فاتت افضل من السنه دي. افضل من السنه دي. عمر رضوان لافت النظر بشكل ملفت للنظر. حاسس ان في اسماء في حراسه المرمى اذا طفره طف في طفره في مركز حراسه. لا هو احنا بقى في ميزه في مصر دلوقتي في الدوري تحديدا. عندك محمد صبحي بقى يلعب. محمد صبحي وطلع الجيش محمد بسام ومحمد بسام. وعندك عمر. انا بتكلم على الحراس المنتخب الاولمبي بقى دلوقتي اساسيين. طبعا دلوقتي عمل مشكله الكابتن شوقي غريب. كان اول كابتن شوقي غريب بيدور او كابتن لما كنت كان في مشكله انت تدور على باخد اللاعب اللي بيلعب. اللي بيلعب اوريدي. بس انت كان الاول مفيش حارس صغير دلوقتي بقى يلعبوا. فدلوقتي بقى في وفره. وطبعا الحمد لله يعني زي ما انتقدت موضوع اتحاد الكوره ان هو كان عايز يسمح لجوني. خلينا نثني على العدول في القرار ده. صحيح. بصراحه قرار صائب ان انت ترجع ان انت راس مرمى الاجانب. طبعا كنت هتخلص على كل جوان الصغيرين دول. كنتش هتلاقي حد المنتخب الاولمبي. ايه رايك في الصغيرين مستقبل حراسه المرمى؟ خلينا نتكلم في النادي الاهلي. نتكلم عن حمزه، بتكلم عن مصطفى، الجيل اللي طالع ده بتشوفه ازاي؟ اكيد بتراقبه. هو تعالي احسبيها اكيد يعني. بصي انا مش قريب قوي من الموضوع ده، لكن مصطفى شوبير بيتكلموا عليه كويس قوي الامانه يعني. ما شفتش حد مثلا كان قدامي يتكلم عليه وحش. بس هو الله يكون بعونه يعني، هو بيتعرض لضغط ان هو ابن الكابتن احمد شوبير بيتعرض لضغط كبير. هو طبعا لكن هو ان هو يكون جون ثالث في النادي الاهلي دي ميزه كبيره، وجات له فرصه في ماتش ولعب وظهر بشكل كويس. لسه صغير في السن بيتعلم. الساعات اللعب هي اللي بتجيب حارس المرمى. انت دلوقتي فرصه لمصطفى ان هو بيلعب مع احمد مع محمد الشناوي، فرصه كبيره ان انت بتتعلم. صح. تعلم خبرات. اي جون ليه الاول كان يقول لك مثلا ان انا ميزه بتمرن مع الحضري؟ طبعا تستفيد منه دلوقتي يا سعد ويا هناء بقى. بتمرن مع محمد الشناوي. فبيستفيد منه من خبراته دي. الحاجات دي كلها بتكسبه خبرات. مستوى التمرين، مدرب حراس المرمى، حته اللعب دي هتجيله. بس هو صغير لسه. تميز المدرب المصري لحراسه المرمى ولا مدرب اجنبي؟ هي بص، هي مدارس. المدرب المصري بيعتمد على العنف شويه، على العنف في التدريب يعني. المدرس الاجنبي مدرب بيتعلم تكنيكال اكتر. هي مدارس يعني. بس هنا متعودين اللي هي لازم تموت في التمرين عشان لسه المدرسه دي موجوده. رمزي ان هو يعني هو بيطلع بيحس ان لازم ما يقدرش يعني يروح ياخد الشاور بتاعه من كتر التمرين. لازم تبقى مهدود. لازم بره حضرتك طبعا. بره مختلف شويه. بره بيكون يعني تدريب جامد لكن تكنيكال اكتر. يعني ما بيوصلوش لمرحله انه يعني لازم يتمرمغ في الارض يعني. بيبقى بوزيشن بيلدينج اب ازاي يعني، الكلام ده موجود. طب انت وانا سامع ان شاء الله باذن الله عندك اكاديميه ان شاء الله. الاكاديميه دي خاصه بحراسه المرمى ولا اكاديميه عامه لكره القدم؟ لا الاثنين. الاثنين. يعني اتكلمنا عنها يا كابتن. يعني اكاديميه خاصه فيها كابتن محمد شوقي. اسبانيه. طب حلو يعني. انت عاملين عندنا فروع، ثلاث فروع والحمد لله يعني ماشيين كويس. بنعمل حاجات مختلفه عن الاكاديميات الثانيه ان احنا بنبقى موجودين بنفسنا. طب ده حلو الناس تاخد خبراتك يعني. طبعا. فدي ميزه كبيره. بنتعامل يعني زي ما تقولي مع الولاد كانهم ولادنا للامانه يعني. بنحاول نطور الفكر، العقليه، ندي العيال دي العقليه. بداتوا بالفعل؟ بداتوا؟ طبعا بقالنا سنه شغالين على الموضوع ده، وعندنا بدل فرع ثلاثه الحمد لله. والدنيا ماشيه. تجت لنا كتير اول مره نسمع عن الموضوع ده. ما هو لسه انا لسه قايل يعني مش اول مره يعني. صحيح. توسيع قاعده اللعيبه اللي بتلعب حراس المرمى دي قليله في مصر. او الفكر يقول حتى يعني لو اب يقول لا انت تلعب مهاجم يعني. الفكره نفسها اختلفت عن زمان. زمان انا كنت عارف كده. زمان يقول لك يا عم انت بلاش تقف جون مش هتتشاف. الفكره دي اختلفت شويه. مهاجم. اختلفت شويه بالنسبه لاولياء الامور. لا لاولياء الامور عمرها ما تختلف. لسه الولد هو اللي بيحكمك. يعني بالزبط. انا عندي ولد ما شاء الله عنده مواليد 2015 يا اختي. يفضل يطير. فاهم؟ هو عايز يبقى جون. هو ودي كده يعني.
فاهم؟ هي المشكله في ايه؟ انه الولد موهبته هي اللي بتحكمه. صح طبيعي. مش مش رغبته. ولا رغبته ولا رغبه ولي امره. ولي امره طبعا. ولا ولي امره. بس هو طبعا انت عارف يعني حراس المرمى دايما هم مظلومين. في كل المجالات يعني بصراحه والله. اصل انت حاجه احساس صعب قوي لما انت تبقي نجمه الماتش او مسيطر ونجم وجون واحد يجي مثلا غلطتك يخلص عليك. انت سبب، انت سبب خرابك. مدافعين كده. وانا برضو يعني مدافعين لا بس اهدى يعني المدافع لا برضو واحد بس الجون خلاص انا غلطت خلاص المهاجمين محظوظين في الحته دي يعني ملطشها 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 ولا جاب جون الدنيا بتفرق معايا. انا عندي في الحمد لله في اكاديميه 31 جون. 31 جون طب حلو قوي. دي مش موجوده في اكاديميات في مصر الحمد لله. بحاول ابقى موجود مع الولاد، بحاول اجيب لهم افضل مدربين، بحاول اعمل طفره في الموضوع. طب بمناسبه المهاجمين واحنا بنتكلم برضو عن المباراه اللي جايه خلاص على طول يعني المباراه اللي فاتت بيتسو موسيماني كان معتمد في التغييرين على شريف ومروان وهما الاثنين اللي دخلوا الجونين. يعني تفتكر انه صلاح محسن لا بتكلم على فيتا كلاب. على فيتا كلاب انا بتكلم على كمان فيتا كلاب اللي جايه تفتكر انه تشكيله من حيث راس الحرب المهاجم هيكون اعتماده على ممكن مروان ومحمد من بدايه المباراه ولا ممكن يكون في تغيير؟ والله شوف يعني السؤال ده ممكن موسيماني هو الاضرب حاله الفرقه. لا بس انا عايزه من وجهه نظرك تقول لي الثلاثه. قول لي الثلاثه اللي ممكن يعتمد عليهم موسيماني في الخط الهجوم. يعني شوف انا اعتقد انه عشان احنا محتاجين بوليا لازم يبدا بصراحه. هو تبدأ يعني لسبب لان هو يعني ممكن عشان افريقي تعود على الملاعب الافريقيه. معرفش الاجواء هتبقى عامله ازاي، درجه الحراره بصراحه مش عارف هتبقى عامله ازاي. هنلعب بتوقيت القاهره الساعه 2 الدور على ملعب ترتان وبالتالي هتلاقي درجه الحراره عاليه. هتبقى طبعا الامور مفيش المعامله بالمثل دي. انا عايزين نتكلم فيها بالتفصيل مع كابتن عادل طعيم. معامله بالمثل، انت النهارده هنا في احسن فنادق في احسن نجيله في احسن اجواء يعتبر، فهناك حاجة تانية خالص يعني. لا ممكن يعني خلي بالك حالة البلد ما تسمحش، ممكن ظروف النادي ما تسمحش. ظروف الاتحاد يعني تسمح يعني. لكن هو ممكن الاتحاد هو اللي المفروض يتدخل ماشي يعني. بس انا كنادي انا اختار عادي المباراة هو بيستغل بالظبط كده اي حاجة ليه ايجابية لصالحه. هو متعود يلعب الساعة 2 الظهر فهو عايز يجيب الاهلي، متعمد انه يلعب 2 الظهر عشان اي حاجة لصالحه يعملها. بس انا متاكد الاهلي قادر يتجاوز على الموضوع ده. بولي اعتقد لازم يبدا، هو بيعمل مجهود كبير لازم يبدا بالرغم من تعلق شريف والناس بتقول لا ده شريف لازم يبدا لانه خد الثقه. يعني اعتقد ممكن هو انا اعتقد لانه في الملاعب الافريقيه هتلاقي جهده هو الانسب للمباراه تقصد. اعتقد مروان هيبقى ليه جزء برضو مهم في الموضوع. مروان بيتعرض لانتقادات كتيره طبعا والله يكون في عونه، بس اعتقد بس بدا يخرج خلاص، بدا يخرج وبدا يتحرر شويه من الضغط ده. اتمنى ان هو يعني يشيل من دماغه الموضوع ده، هو بقى عنده خبره كبيره في الموضوع ده. لازم تدفع ثمن ضريبه انت لاعب النادي الاهلي او مهاجم النادي الاهلي. الناس جمهور النادي الاهلي او حتى الانتقاد ما بيجيش بس من جمهور النادي الاهلي، من طبعاً. الناس اللي ما بتشجعش برضه النادي الاهلي فاهمه. فلازم تبقى انت عندك قدره تحمل الضغط ده، ان الامور بقت طبيعيه. قلت لك ما فيش اكتر من موسيماني بيكسب واخد 3 بطولات في فتره زمنيه قصيره وبيتعرض للانتقاد، فده طبيعي. ده طبيعه يعني وهو شايفه بعينه بيتعامل معاه. يعني انا بشوفه في المؤتمرات الصحفيه قاري جدا من خلال الاسئله اللي بتوجه له من في المؤتمرات الصحفيه راي السوشيال ميديا كمان. شوفي هو يعني بس عشان نكون واضحين، فكرة استقدام موسيماني كانت فكرة خارج الصندوق. مظبوط. فطبيعي كان فيها معارضين كتير، لكن لما الأهلي خد الكام البطولات بدأت الناس الانتقادات دي، فمستنين أي وقعة عشان يتعرض إيه؟ للانتقاد، فده طبيعي. لا أي بس حد انت في الدنيا يا كابتن رمزي مش موسيماني بس الحقيقة. أي مدير فني ولو جبت لو جبت مورينيو برضه هيتعرض لانتقادات. مفيش شك وخاصة بتلعب طبيعي إن أنت تتعرض لانتقادات. الناس عايزة مش تكسب بس، عايزة تكسب وتأدي أداء كويس وتعمل كل حاجة في الدنيا. صحيح. ومفيش فرقة في العالم تعمل صحيح. وبعدين أنت ماتش فيتا كلوب
انت عملتي كل حاجه كل في الكوره، بس الكوره الكوره ماتش الاسماعيلي انت ما عملتش حاجه وكسبت. صح مظبوط. فرصتين خلصت دي. وبعدين هو راجل واقعي جدا، انا بشوفه يعني دايما في تصريحاته لما بيجي يتكلم لا عمره ما بيعلق شماعه الاخطاء على حاجه تانية يعني غير الاداء. هو بص عشان نكون واضحين برضه، هو مره واحده بقى مدرب النادي الاهلي. هو كان في جنوب افريقيا مره واحده بس، كان مدرب كبير برضه في سان داونز واخد بطوله افريقيا. طبيعي الطبيعي هو كان من حلمه انه يكون موجود في النادي الاهلي. انا فاهم ده طبيعي. انا بقول لك مره واحده فبدا يستوعب الموضوع، اخذ بطولات وهو بيحتوي اللعيبه وعلاقته جيده مع اللعيبه. صحيح. وبسمع ان هو بيتعامل بانسانيه. ده حقيقي. الناس اصل نجاح الفرقه برضه عامل مهم انه اللعيبه تحب المدير الفني. فدي ميزه موجوده عنده. هو خد بطولات، عنده فرصه كبيره. طبيعي في بقى ارتفاع في المستوى، انخفاض في المستوى، امر طبيعي. الانتقادات دي معرض ليها لانه مدرب النادي الاهلي. طبيعي يا رمزي. وخلينا نتكلم من الجزئيه ديت، ان حتى لو ما بتقيم على انت بتحب لغه الارقام دايما وبتحدد طبعاً. منها صراحة. فعلى بلغه الارقام الراجل عامل اداء يعني بلغه الارقام، فوز كبير يعني فوز متتالي. انت عندك الأرقام. هزمتين لغة. بس او يعني في يعني في كل مشوارك من تكلم من سيام من باير ميونخ ومن سيمبا التنزاني يعني. فده على المشوار، على مشوار موسواني كلنا سبورت ليه بصراحه. وانا شايف انه مدرب رائع، والنادي الاهلي اعتقد ان ممكن جدا ان شاء الله نمر نعدي الازمه دي، يكون في مشروع لموسواني لان ما خدش وقته كمان، ما عندوش وقت انه يحط يجيب لعيبته البصمته تبان بشكل واضح من خلال مباريات وديه، من خلال فتره اعداد، فكل ده ما خدهوش يعني. اكيد. شوف هو بيمرن في ظروف استثنائيه، انه جه على لعيبه موجودين، فبالتالي هو بيمشي بطريقته على الادوات اللي هو اللعيبه العناصر الموجوده. صحيح. دي حاجه. تاني حاجه جه في ازمه صعبه، ازمه كورونا. تالت حاجه كل الاختبارات الحاسمه او الصعبه كمستوى نهائي او كده هو نجح فيها، عداها. صحيح. انخفاض المستوى ده في اداء اللاعبين امر طبيعي، حدث مع كل انديه العالم. انت بتتكلم في كل 3 ايام ماتش. فده حاجه استثنائيه. تاني حاجه انت ما عملتش لسه فترات اعداد ان انت تقدر تاخد مساحتك. ايوه وقت. انت اصلا ما فيش وقت للتمرين، انت بتلعب ماتش تاني يوم بتعمل ريكفري، عندك تمرين عشان عندك ماتش بعد. مظبوط مظبوط. فالامر بالنسبه لي ما فيش يعني اللي هو عنده فتره كفايه اللي يقدر يعمل بصماته او طريقه لعبه ويحفظ طريقه لعبه للاعبين. اصابات كمان يا كابتن رمزي، اصابات مش مساعداه يعني. دي موال تاني يعني، الاصابات برضو موال تاني. لكن اعتقد انه مجلس اداره النادي الاهلي مجلس واعي، ما بيحاسبش بالقطعه. انا مش هاجي احاسب بالقطعه زي انديه تانية. اكيد. انا في معايا مدير فني حقق كل اهدافه، بحاسب اخر الموسم. فتره زمنيه قصيره اكيد يعني نجاح 100% فيها، بحكم ان هو اي بطوله دخلها خدها لغايه دلوقتي. وتقييم مجلس اداره النادي الاهلي عمره ما خد بالسوشيال ميديا او طبعًا بالانتقادات طبعًا يعني طبعًا. بيبقى دايما على مستوى الاحترافيه كامل جدا في حتى اختيار المدربين، في عمليه الانتقاليه ما بين مدرب ومدرب، كل ده من خلال دراسه. والدراسه ديت ما بتاخدش يوم واثنين وثلاثه، لا انت بتشتغل على مستوى كبير جدا. طيب عايز اسالك سؤال، نرجع بالذاكره بقى معاك شويه. تفتكر لنا احنا داخلين يعني على مباراه، اعتقد مباراه صعبه، مباراه مش سهله يعني. مريت بظروف زي كده ان انت ككابتن فريق على حتى مستوى المنتخب الفلسطيني، انكم خلاص قدامكم يومين على بطوله او قدامكم يومين على مباراه مهمه جدا لازم تكسبوها، دورك انت كان ايه ودور اللعيبه كان ايه اللي ممكن دلوقتي يتحقق مع النادي الاهلي؟ لا بص، هو احنا حاله خاصه يعني. اكيد. بصراحه يعني كان عندها نهائي بطوله اللي هي اللي وصلتنا نهايه امم اسيا. ما كنتش متخيل حجم الناس اللي مستنيه الماتش. فانا نفسي يعني كنت واثق سبحان الله بالفوز. فكان رئيس الاتحاد اللي هو جبريل يرجوب، طبعا بوجه له تحيه، كان كلمني كان عايز يجي المباراه قبلها بيوم. قلت له لا استنانا انت واحنا نجيب لك الكاس واحنا جايين. كان عايز يحضر الماتش. وكان سفر طبعا طويل عليه لانه كان في المالديف.
فقلت له لا استنانا واحنا بكره هنجيب لك البطوله. انت بتتكلم بثقه يعني بالثقة. خلاص اللعيبه بقى حاولت يعني اللي انت عملته عايز... عشان توصل الثقه دي للعيبه بتاعتك. شلت النت من الفندق قطعت النت عنه عشان اللعيبه عشان ما يفضل عشان ما احطش عليهم ضغوطات عشان حجم ده بيكلمه وده بيكلمه ويعرفوا انه كان بقى عملوا شاشات عملاقه في فلسطين فمش عايز اوصل لهم الضغط ده عايز اوصلهم ان الماتش عادي عايز اشيلهم من الضغوطات دي وفي نفس الوقت الضغوط. بتحط في يعني حوافز. هي بص هي حاجتين اللي هي تشيل من عليهم الضغوطات وفي نفس الوقت امتى تعرف تحط عليهم ضغوطات قبل الماتش مش ضغوطات حافز اللي هو الناس مستنيه دوافع دوافع لازم عالمنا يترفع لازم نسمع الناس اسمنا البطولة دي لو خدناها نبقى في حتة تانية الناس كلها تسمع عننا هنروح استراليا استراليا انت من ضمن احسن 16 منتخب في اسيا صحيح. فدي نقلة نوعية كانت فرق دوافع ده كان يمكن اصعب دوافع وطنية حتى دوافع وطنية وعلى المستوى الشخصي مثلا اتعرضت لماتش الاسماعيلي نهائي دوري 2009 وانت في النادي الاهلي كان ماتش فاصل ما حصلتش ماتش الفاصل ما بين الاهلي والاسماعيلي طبعا ما حصلتش من زمن جت على حظي انا الاهلي كان دايما بياخد الدوري ما شاء الله من اخر ست سبع ماتشات في الدوري هو حاسم اللقب صحيح. بس دي وصلنا لماتش حاسم وماتش الجيش كان قبل الماتش الاسماعيلي ده اللي لازم نكسب عشان نلعب الماتش الفاصل وكان الاسماعيلي كسبان هناك فعملت ماتش الحمد لله كويس وقدرنا نكسب 1-0 من جون فلافيو فمن احسن الماتشات دور القياده طبعا دور محمد الشناوي يكون له دور كبير المدير الفني الجهاز الاداري اللي موجود معاه نادي الاهلي خلاص اعتقد اللعيبه بقى عندهم خبره كافيه ان هم يخرجوا من الاجواء دي قلت لك النهائي البطوله اللي فاتت إن الاهلي صعد من ام درمان صحيح مباراه الهلال مفيش حاجه صعب يعني مفيش حاجه صعبه ولا مستحيله كمان طبعا بس الوضع حاليا مش صعب بصعوبه السنه اللي فاتت كان لازم تكسب كان لازم تكسب في اخر الاهلي فاضل له 3 مباريات الاهلي بيلعب بشخصية البطل فهو قادر ان هو يتجاوز الموضوع وبسهوله ان شاء الله كلمه اخيره توجهها للعيبه كابتن رمزي لو حابب تقول لهم يعني كلمه النهارده قبل ما يواجهوا فيه تكلم انتوا بتمثلوا احسن نادي في افريقيا وراكم جمهور عظيم الناس طبعا ما بتحاسبش بالقطعه انتوا حققتوا انجازات كبيره على المستوى الشخصي لنفسكم وعلى المستوى ناديكم وعلى الناس كلها بتحبكم يعني دلوقتي مفيش حد في مصر ما يعرفش الاسماء اللي موجوده دي برونزيه العالم دي عملت ضجه كبيره مش في مصر بس يعني وفلسطين خير مثال لا فلسطين دي والله عاملين روابط وعاملين روابط كتيره جدا محبي النادي الاهلي طبعا لا تحسهم كلهم مولودين في النادي الاهلي وفي ايطاليا وفي باريس واحد كان فرحه امبارح مين كابتن علاء هشام لا هشام عامل مذيع معلق وكان عامل فرحه وجايب رابط العلم فلسطين مع النادي الاهلي في الصاله والله والله قال لك وكاتب على قال لك الاهلي معانا في كل مكان لا طبعا الناس يوم فرحه مش ناس النادي الاهلي لا حقيقي طبعا والله بوجه له تحيه هشام معمر واحنا كمان عجبني يعني طبعا للشعب الفلسطيني كله يعني بصراحه الناس الاهلي محبينه في كل مكان يعني صحيح. فانتوا في مكان عظيم ما تبخلوش يعني بنقطه عرق في اسعاد جماهير النادي الاهلي وبوجه لكم تحيه لا انت نورتنا والله يا رمزي والله دايما تنورنا وبنشكرك على وجودك معانا في البيت الكبير وان شاء الله يعني على تواصل دايما باذن الله باذن الله شكرا شكرا ليك شكرا ليك شكرا جزيلا ليك يا كابتن رمزي بعد الفاصل نستقبل الكابتن القدير عادل تعيب في البيت الكبير البيت الكبير لسه مستمره مع حضراتكم فقرتنا الحواريه الاخيره النهارده مع الكابتن عادل طعيم واحد من نجوم النادي الاهلي البارزين وبالتاكيد النهارده زي ما قلنا من بدايه الحلقه نحن على موعد مع حدث تاريخي وهو افتتاح اهلي الاقصر ربط رائع الحقيقه عايز اقول ما بين تاريخ الاهلي وحضاره الصعيد حضاره الاقصر وايضا ربط رائع ما بين الحاضر والمستقبل هنا هنتكلم عن ده
وهنتكلم عن الأهلي. الأهلي اللي النهاردة بيستعد لمباراة مهمة جدا أمام فيتا كلاب. شفنا إزاي الإصرار والعزيمة من طرف الأهلي من أجل تحقيق فوز مهم كمان على الإسماعيلي. الأداء بس مش مشكلة، بثنائية بدر بنون وصلاح محسن بالأمس الحمد لله. كمان شفنا أنه اللعيبة شعرت بالمسؤولية تجاه ناديها وجماهيره العريضة، خاصة في الشوط الثاني بتكلم اللي اتقلبت فيه الموازين لصالحنا بفضل طبعا توفيق من ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل لعيبة رجالة من خلفهم جهاز فني بقيادة موسيماني اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي أنه راجل واقعي، راجل بيعمل اللي عليه. الأهلي مقبل على لقاء حاسم ومهم إن شاء الله الفريق يحقق فيه نتيجة إيجابية خلال مباراته مع فيتا كلاب الكونغولي على ملعب طبعا الشهداء في كينشاسا، ده يوم الثلاث اللي جاي في الجولة الرابعة بدور المجموعات الأفريقي. مرة تانية برحب بكابتن عادل طعيم. أهلا فندم كابتن عادل، منورنا يا كابتن. نوركم يا حبيبي، ربنا يخليك. قبل ما نتكلم على المباراة المهمة، يمكن كمان مباراة الإسماعيلي أخذ رأي حضرتك فيها استعدادا لمباراة فيتا كلوب، لكن كان في حدث وصفه الكابتن محمود الخطيب بحدث تاريخي، وأن كل من ينتمي للنادي الأهلي يكون فخور بهذا الحدث هو أهلي الأقصر. شفت حضرتك الافتتاح إزاي وشفت الفكرة نفسها تواجد النادي الأهلي في قلب الصعيد من خلال مدينة جميلة زي مدينة الأقصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لما يكون في عملاقين، عملاق اسمه النادي الأهلي أكبر نادي، أنا من وجهة نظر يعني كمتحيز من أكبر الأندية في العالم من حيث البطولات من حيث الشعبية ومن حيث كل حاجة، مع عملاق آخر مولود الاستادات طبعا شركة وطنية، فعملاقين بيطلعوا. وبعدين دايما النادي الأهلي بيبقى صداق، دايما يبتدي صحيح، ودايما لما بيبتدي الباقي بيحاول أنه يقلده أو يتابعه. فالفكرة العبقرية أنك أنت تروح لأهلنا في الصعيد علشان تعمل الإنجاز ده، والإنجاز ده مش هيقف. أنا في اعتقادي هتبص تلاقي في المنيا دي بداية يا كابتن لسه طبعا. وطبعا الشركة الوطنية بقيادة المهندس سيف الوزير، سيف الوزير الحقيقة شركة عملاقة جدا، جاي تطور الرياضة في مصر كلها من خلال البنية التحتية والاستادات. وبالتالي انت هتشوف طفرة، لانك انت بينقصك البنية التحتية من حيث الملاعب في الاماكن اللي هي محرومة. وبالتالي الفكرة دي بدايتها لما تبقى مع عملاق زي النادي الاهلي. اعتقد اذا هناك بعض الاندية ممكن انها تسعى للحتة ديت، لكن حتى لما فيش اندية سعت، انما الحاجة دي البنية التحتية دي هتتعمل. السبق للنادي الاهلي عمله وشفنا قد ايه الروعه، حيث الملاعب حاجه مبهره. حتى الافتتاح بسيط، كلمات رقيقه، كلمات معبره. النادي الاهلي فتح الاشتراكات من فتره. الولاد الصغيرين والشباب والعائلات لما يلاقوا متنفس صحيح بيلعبوا رياضه. وبعدين معظم نجوم النادي الاهلي هتلاقيهم من الصعيد، صح؟ الاهلي ومنتخب مصر كمان. انا واحد منهم الحمد لله. انا واحد من اولاد الصعيد يعني. شفت بقى، انا لما كنت ماسك، انت كنت في الفرقه اللي تحت حضرتك يعني، كنت ماسك طبعا جيل اعتقد حسام ابراهيم. بص الفرقه عندي كلها من الصعيد، احمد توفيق، اشرف ممدوح، مش عارف مين، كلهم من الصعيد. ليه؟ لان الموهبه موجوده كابتن هاني سيهان. الموهبه، اوعى حد تصدقي ان حد يقول لك ان ما فيش موهبه في مصر. لا يا كابتن، مصر لا. غنيه قوي بالمواهب طبعا، مليانه يعني مليانه مواهب، عايزه بس العين الخبيره اللي تشوفها وتجيبها. فحاجه زي دي هتلاقي في الصعيد في نادي زي ده، نادي الاهلي هناك لما هيبقى فيه اهتمام. وده اللي بتقوم بيه سهام شركة استادات الوطنية، بتقوم بالظبط بالدور اللي حضرتك بتتكلم عليه دوت. مش مواهب على مستوى كرة القدم، على جميع اللعبات يعني. أنا عارف إن في كل محافظة هيبقى في تجديد الاستادات بتاعتها، بنية أساسية جديدة، بجانب كمان نجوم هيكونوا متواجدين لاكتشاف المواهب ديت. وإحنا نروح للناس لبيوتهم، والولاد لما بيكونوا أنت عارف موجود زي أهل الأقصر، موجود في الأقصر، يعني فرحة الأهالي إن ابنها بيلعب أو متواجد في هذا الفرع. أنا بتكلم على مشوار طويل جدا وخطة طويلة جدا
حضرتك بتتكلم على شيء مهم، بس من المواهب كمان مش في كرة القدم، في جميع الألعاب. في جميع الألعاب، في كل الألعاب، لأن الموهبة موجودة في الباسكت بول، في الطايرة وفي السباحة وفي الكاراتيه وفي كل الألعاب، وفي الغنى وفي الرسم وفي التمثيل وفي كل حاجة. يعني أنا بشوف حضرتك لما تشوف حضرتك إنه النادي الأهلي النادي الوحيد اللي عنده 22 لعبة، معظم الألعاب باستثناء كرة القدم ما فيهاش دخل، ومع ذلك لما جت كورونا النادي الوحيد اللي في العالم لم يخفض عقود اللاعبين والصرف على بقيه الالعاب كلها، ولا رواتب الموظفين، ولا مالين. برشلونه نزل 50% و70%، ودي الانديه الكبيره قوي. النادي الاهلي الوحيد اللي ما لجاش للحاجه ديت، ودي طبعا ده شغل بقى الناس الكبار والناس اللي بتعرف تشتغل وبتعرف انها تنتج وبتعرف انها. بالمناسبة أنا عملنا اختبارات في المحافظات أيام ما كنت ماسك قطاع الناشئين، وشفت قد إيه المواهب الموجودة، وشفت قد إيه الولاد دول محرومين من البنية التحتية. صحيح. البنية التحتية لو اتعملت في كل الألعاب، مش كرة بس، في كل الألعاب، هتلاقي شباب طالع في كل الألعاب على مستوى عالي جدا، بما فيهم طبعا كرة القدم. أكيد. ده اللي النهاردة النادي الأهلي وشركة استداد بيقوموا بيه، البنية التحتية الرياضية اللي على أكمل وجه النهاردة بدأنا بالصعيد. دايما بنتكلم عن إنه المواهب، وعندنا مواهب وعندنا شباب ولازم يطلعوا. إزاي الشباب الصعيد يستغلوا الفرصة دي اللي من ذهب في اعتقادي في تنمية مواهبهم بقى؟ من خلال الأكاديميات، الولاد الصغيرين بعد ما كان أنا بشوف موهبة كويسة قوي وبروح علشان أخده من وسط أهله وأجيبه مثلا النادي الأهلي علشان قعدوا في الاستراحه ويبقى بعيد عن اهله وبتاع، يبقى عندي انا في الصعيد، عندك في اسوان، اسيوط، المنيا، هيبقى يا دوبك حاجه بسيطه، حتى ممكن يحضر التدريبات بتاعته ويرجع. فالمواهب اللي موجوده هيبقى لما النادي الاهلي يبني او مع شركه السداد يبقى في اكتر من مقر، زي ما عملنا في الاختبارات كنا بنروح نلاقي الولاد على اعلى مستوى. لكن صعوبه ان انا انقل ولد صغير اجيبه للنادي، دي عمليه التنقلات دي يا كابتن عادل صعبة جدا. صعبة جدا. لذلك كنا بنوفر على الولد انه يبقى جاي مرهق جدا عشان نعمل له اختبار جوه النادي الاهلي، فكنا بنروح نعمل الاختبار في نفس المحافظة، فالولد بينزل من بيته يجي على الاختبار مرتين ثلاثة عبال ما نشوف موهبته، بناخد العناصر اللي هي اللي احنا محتاجينها كمستوى النادي الاهلي، والعناصر الثانية بنخلي الاكاديميات تشتغل في الحته دي. وبالتالي بعد المشروع اللي انا بعتبره عملاق وعبقري، لان في بعض الزملاء احيانا بيطلع يجامل يقول لك احنا عندنا استادات، لا مفيش الكلام ده. يعني في بعض المحافظات مفيش الاهتمام اللي احنا بنسعى له كدوله، ومفيش بنيه اساسيه زي اللي حضرتك او كلنا شفناها، ان استاد على اعلى مستوى، استاد يعني ملعب كره رسمي، عندك مدرجات، عندك مبنى اجتماعي، عندك صاله مغطاه، عندك حمام سباحه اولمبي. فكل اللي شفناه وشايفينه قدام حضراتكم ده اعتقد مش من فراغ، ودي بنيه اساسيه اكتر من رائعه. كمان بتزود روح الانتماء للنادي الاهلي. حضرتك عارف، يعني انا عارف، انا من الصعيد وعارف معظم الناس الصعايده اهلاويه، لما تواجد النادي الاهلي في وسطهم ده كمان عمليه الانتماء بتكون اكتر شويه. الاولاد الصغيرين اللي هيلاقوا متنفس ليهم بالنسبه للرياضه، فبنيه اساسيه اكتر من رائعه بصراحه يا كابتن. في 17 تواجد محافظه تواجد الاهلي في الصعيد، في 17 محافظه كنا لما بروح بنقعد 4 ايام. انا يعني رحت مرتين ثلاثه الغردقه، وجبنا حتى شفنا ولدين بيلعبوا في دينيزي في ايطاليا، اخذناهم وولد اسمه ريتشارد وولد تاني اخوه، ودلوقتي بيلعبوا في ايطاليا. والدهم مصري ومتجوز طلياني. كان هداف الدوري عندنا، قعد 3 4 في قطاع الناشئين في النادي. والولد طبعا رجع تاني ايطاليا. فالمواهب دي لولا ان احنا رحنا وشفنا المواهب دي، طبعا ملاعب هناك ما كانش فيه ملاعب، في الشرم وفي في تور سينا ما فيش حاجة خالص. طبعا الاستادات الشركة العملاقة ديت لما هتعمل الطفرة ديت ما فيش شك هتبقى إنجاز رهيب جدا. وطبعا النادي الأهلي أعتقد أنه البداية ديت أعتقد أنه هيعقبها أماكن تانية، بحيث أن احنا برضو أهلنا في سيناء وفي الصعيد وفي الدلتا طبعا هيبقى ليهم دور،
ودي الحاجه اللي هتميز النادي الاهلي على ما بعدين. كنا لما بنروح المحافظه بيبقى عيد فعلا اربع ايام بنلاقي الاعلام في النادي الاهلي، الولاد لابسين التيشيرت بتاع النادي الاهلي وماشيين في الشارع طبعا. المحافظ بيجي يحضر الاختبارات بتاعتنا، المحافظ يجي يتفرج على ويحضر الاختبارات. فكان في زي ما انت بتقول كل الناس اهلاويه يعشقوا النادي الاهلي، عيد صحيح. عيد اربع ايام الناس فرحانه. انا بعت احد الزملاء تامر حفني طبعا تامر حبيبي يعني في الشرقيه، وهم ماشيين 60 عربيه وراهم وراهم وضربوا نار احتفالا والله اللي هي الحاجات اللي تعرفها السعيد اقدر الحاجات الاحتفاليه ضرب النار. وبعدين بقى كل يوم ضيافه بقى ايه بعد ما خلصوا الاختبارات يعني كرم ضيافه غير طبيعي. فهو ده النادي الاهلي ده في كل حته الحقيقه وده الحقيقه انا بشوف ده دور الدوله المصريه كمان. النهارده الدوله المصريه مهتمه بالاستثمار الرياضي بالمشروعات الرياضيه وده يعني بنشوفه النهارده متجسد في الاهلي الاقصر، بس لسه ان شاء الله المشروعات كتير. انا اعتقد انه مشروعات زي ديت لازم تلف في باقي محافظات مصر ان شاء الله. الاستاذ سيف الوزير اعتقد انه لسه مستلمين الشركه قريب طب اعتقد انه في خطه والخطه دي هتنفذ بسرعه جدا والدوله بتدعم، وطبعا النادي الاهلي هيبقى ليه الايد في الايد علشان إن شاء الحاجه الله. دي تنجز ان شاء الله. اكيد الدراسه طبعا من بدري من كمان بدري يعني كمان خلينا نتكلم على جزئيه مهمه جدا غير الرياضه، المردود على مستوى الاقتصاد والسياحه وده مهم جدا. انت كمان لما بلد كبيره وبلد عظيمه انا في اعتقادي من اجمل بلاد العالم زي ما قلت الاقصر يكون فيها هذا البنيه الاساسيه على مستوى كمان السياحه، انت عندك منفذ كمان، انت لو في سياح جايين ممكن جدا يكون يتواجدوا في النادي الاهلي يستمتعوا ببعض التولز الموجوده حمامات السباحه الاولمبيه. المردود مش مردود رياضي بس لكن على مستوى الاقتصادي كمان اعتقد تخيل احنا ممكن نتخيل كده وانا شفته الكلام دوت شفته في اوروبا يعني انك ممكن استاد النادي الاهلي دوت او ملعب الاهلي الاقصر تعمل كونسرت تعمل حفله يجي فيها مغنيين على مستوى عالمي كتير، الدخل والاقتصاد وكمان على مستوى التسويق السياحي ده كمان ملف مهم جدا جدا كمان في يعني في اطار تخطيط على اعلى مستوى. لما رحنا شرم الشيخ واحد قريبي عنده قريه هناك فلقينا جماعه اجانب في الغردقه وفي الشرم قاعدين مقيمين بصفه مستديمه، فتخيل انت بقى في الاقصر لما في ناس بتيجي تقعد في الاقصر تلت اثار العالم موجوده في البلد الرائعه دي، عندك نيل وعندك اثار وعندك رياضه. فانا ممكن جدا النادي الاهلي ممكن يبقى فيه الناس اللي هم مقيمين هيبقى عنده منفذ ان هو عايز يلعب سباحه، عايز يلعب تنس، عايز يلعب كوره، عايز يلعب اي نوع من انواع الرياضه، عايز يعزم يروح يتغدى يتعشى يعني دي عوائد اقتصاديه بقى يا كابتن. امال ايه طبعا متعدده بس كمان عايز اقول حاجه يا كابتن سام، احنا لما كنا لما كنت بلعب في المانيا دايما الفرق الالمانيه او الفرق الاوروبيه بصفه يعني خاصه انت عارف الشتاء بيبقى صعب جدا، فترة الشتاء بيروحوا فين؟ بيروحوا تركيا دافية شوية، بيروحوا بلد زي البرتغال بتبقى دافية شوية جنوب البرتغال. فتخيل ان انت حضرتك لو جزء كبير من هذا المشروع الاهلي الاقصر يستضيف بعض الفرق، ما هي في ملعب على اعلى مستوى، كانوا بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على ملعب كويس وبيدوروا على اوتيل كويس وجو كويس، ده اللي بيدوروا عليه في فترات الاعداد بالنسبة للفرق الاوروبية. تخيل ان انت عندك هذه او بدايه او ممكن نستخدم دوت في النواحي الاقتصاديه انك تستضيف احد الفرق الكبرى، ان فتره اعدادها تكون في الاقصر، الجو رائع في الشتاء، عندك بنيه اساسيه على اعلى مستوى، عندك شمس عندك شمس مش موجوده، جو مش موجود في العالم كله، وعندك نجيله طبيعيه احنا لسه هنتكلم يعني مردود اقتصادي على مستوى عالي جدا، ولازم نستفيد من ده في الجزئيه دي ان الفرق تيجي في اوتيلات على اعلى مستوى يبقى قاعدين في اوتيلات، الملاعب موجوده، الجو الحلو موجود، رواج على مستوى كمان السياحه ورواج على مستوى الكوره ككره القدم. كابتن هاني بقى كده يعني اخذ الكلام منك. لا شوف انا بقول لك انا عايش الكلام احنا كنا بنتكلم الكلام ده تحت لو كابتن هاني اول نادي في مصر عمل الكلام ده وعملوا معايا الحمد لله يعني مرتين او ثلاثه النادي الاهلي يعمل لي فتره الاعداد في المانيا وفي رومانيا ثلاث سنين ورا بعض
والرابعه النادي الاهلي بعتني نادي بريمن كفتره اعداد ونادي هرتا برلين على حساب النادي. فالمرتين اللي احنا رحناهم رحنا المانيا ورومانيا، وكنا بنجيب اللي زي ما حضرتك تفضلت بنجيب فرق من المانيا يجي يحضروا هنا معانا في الشتاء واحنا نروح لهم في الصيف. جميل. فهنا يجي اسبوعين نوديهم الفيوم واسوان يلعبوا ماتشات ويلعبوا ماتش معانا. جميل. واحنا نرد الزياره. فطبعا النادي الاهلي برضه سباق انه كان بيعمل المبادرات دي. ولو حضرتك تفتكري برضه الولاد اللي خدوا كاس مصر كنا احنا راجعين من المانيا لاعبين 11 مباراه في المانيا. لعبنا في المانيا كلها المجموعه خدت كاس مصر من امام نادي الزمالك المباراه الشهيره. لاعبين 11 مباراه بما فيهم ميونخ وفرانكفورت وحاجات كانوا عاملين طبعا نبلاء الاعلام واحنا ماشيين في الاعلام المصريه والاعلانات بتاعتنا وكلها فوز. الاولاد فازوا في كل المباريات باستثناء ماتش واحد مع ميونخ كانت الميه عاليه وتعادلوا معانا 1-1. برضو النادي الاهلي كان سباق ان انت بيطلع فرق تروح تجيب الالمان يجوا عندنا واحنا نروح. وانا كمان يا كابتن بتكلم على مستوى الفرق يعني الفرق الدرجه الاولى يعني ليه لا طبعًا. احنا علاقتنا كويسه ببايرن ميونخ، دعوه لبايرن ميونخ ان هو فاتش انت جبت ريال مدريد وجبت يقيموا بقى كابتن هناك ويقعدوا يعملوا معسكر. تخيل انت مثلا السنه الجايه بايرن ميونخ بيعمل فتره اعداده في الاقصر، قد ايه المردود على مستوى السياحه على مستوى الاقتصاد ده شيء رائع. ويبقى يعني ممكن نستغل ده في حاجات كتير طبعًا. غير ان هو حتى بيخدم اهل الصعيد يعني طبعًا. ان شاء الله ان شاء الله. احنا عندنا فاصل، هنطلع لفاصل سريع جدا معطل الفاصل وبعد لا لا بعد الفاصل هنتكلم بقى عن الماتش المرتقب من وجهه النظر التحليليه او الفنيه لكابتن عادل طعيمه في البتيكي. قبل مواجهه الاسماعيلي اكدت هنا انه على الاهلي الا ينخدع بنتائج الاسماعيلي السيئه في الدوري الموسم ده، وفعلا حصل. انت النهارده قابلت الاسماعيلي وهو اكثر من ند بالنسبه قدام النادي الاهلي، وده اللي كنا بناكد عليه ان انت النهارده لازم تحصد الثلاث نقاط علشان تروح بدفعه وبروح معنويه عاليه جدا لمواجهه فيتا كلاب، خاصه ان المباراه هتلعب على ارضه. كابتن عادل طعيمه، ايه رايك في الكلام ده؟ شفت المباراه دي ازاي من وجهه نظرك انت التحليليه؟ بدايه النادي الاهلي ما هوش ماتش اسماعيلي او ماتش فيتا كلاب، ده دربي. النادي الاهلي مش ماتش. النادي الاهلي ده تاريخ نادي عظمه تمام وكيان، عشان ما حدش يحاول انه ينال من النادي الاهلي من خلال مباراه. عشان بس نبقى فاهمين ده النادي الاهلي واحنا بنخاطب جمهورنا. النادي الاهلي مش ماتش ومش بطوله. النادي الاهلي اكبر من كده، واحنا شفنا التفكير مش الرياضي بقى، التفكير الرياضي والسياسي والاجتماعي والحاجات اللي احنا شفناها النهارده في الاقصر واللي قبل كده في كل الجوانب والخدمه المجتمعيه اللي النادي الاهلي بيعملها. فالنادي الاهلي ده منظومه كبيره قوي. نيجي الماتش الاسماعيلي، كابتن هاني الكلام انا اقوله اعتقد ان انت فاهمه كويس قوي. بعد اي بطوله مجمعه انت بتوصل للقمه في اللياقه البدنيه. لما توصل لقمه الجبل بيحصل ايه؟ هل في صعود تاني؟ في منحدر اكيد بعديها شويه، مش في نزول بعد كده؟ صحيح. بعد ما اوصل للنهايه بوصل للجبل فوق، هل في طلوع تاني؟ مفيش طلوع تاني، لازم الكيرف بتاعي هينزل لفتره. شفنا احنا الباير اول مباراه 3، الماتش اللي بعديه مغلوب، واداؤه مش اللي هو الاداء اللي احنا متعودين عليه. ده طبعا في البوندسليغا بعد عودته من كاس العالم للانديه. بعد عودته طيب، هل النادي الاهلي بعد ما رجع حصل له الدروب ده؟ في حصل احيانا في الاداء بس. ففي ماتش الاسماعيلي احنا شفنا وعلى مدار تاريخ النادي الاهلي كل ماتشات النادي الاهلي اي حد متعسر او اي حد في اي يعني ظروف يعني في اي ظروف كله بيتكاتف. يعني شوف مثلا النادي الاسماعيلي يعني عامل 15 مباراه 10 نقاط. ثلاث نقاط بتوع النادي الاهلي دول ليهم قيمه ثانيه خالص طبعا. عند النادي الاسماعيلي وعند اي نادي. وبالتالي الولاد بيبقى عندهم الحافز القوي جدا ان هم يؤدوا اداء قوي. طبعا النادي الاسماعيلي من الانديه الراقيه جدا اللي احنا بنحبها جدا، كرتهم جميله سمسميه والكره اللذيذه وحاجه جميله ليها تاريخ طبعا. وعلى مدى تاريخ النادي الاهلي عشان بس الناس تبقى فاهمه، الناس اللي هي بتنفخ جديد، النادي الاهلي كان النادي الاسماعيلي كان ساعات بيطلب لعيبه من النادي الاهلي والنادي الاهلي بيديها لهم كاعاره عشان يلعبوا في افريقيا ايام صحيح
ايام ال 67 واخده الكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه طبعا، وكان النادي الاهلي بيعمل ماتشات مع الاسماعيلي ماتشات وديه، يعني خمسه من هنا وخمسه من هنا او سته من هنا، ويلعبوا ماتشات في ملعب النادي الاهلي. المهندس عثمان حسني كان بيعيننا في الشركه عنده واحنا لعيبه النادي الاهلي، ففي ناس عايزه توقع دايما بين النادي الاهلي وبين العلاقات ما بين الناديين. في ناس بتنفخ علشان كابتن علي ابو جريشه هنا، كابتن عادل، واتكلم كتير ووضح يعني ملابسات كتيره جدا غلط ومفاهيم كتيره غلط اتخذت، وللاسف مش انها اتخذت غلط، ان اللي بيرددها اكتر، يعني اللي بيرددها ولحد دلوقتي يعني بستغرب جدا. فالمنحنى ده طبيعي، المنحنى ده وضع طبيعي جدا في ظل عدم وجود تدريب، مفيش تدريب. الى جانب انه برضه موسيماني لحد النهارده بيتعامل مع اللاعب المصري وهو مش متعود انه يتعامل مع النوعيه المصريه. صحيح من اول ما جه عمل ادى ثقه، زي ما احنا قلنا معاكم قبل كده، ادى ثقه غير طبيعية للولاد، وعملوا لحد ما خدنا البطولة الأفريقية ثم دخلنا في الكاس وخدنا الكاس ورحنا طبعًا من غير تدريب، وزي ما حضرتك عارف وسهام عارفة لفترة إعداد اللعيبة ما اخترهاش، دخل من الدار على النار على طول، يعني على بطولات على ماتشات مهمة جدا في ظل انخفاض غير طبيعي أيام فايلر في الفترة الأخيرة. الفايلر أرتيان كانت عملية صعبة جدا، وكنت خسران السوبر وكانت حاجة صعبة جدا. أيه. فالراجل في وقت ده ما دربش، يعني انا وبعدين يتقال ان هو انه بيتهاجم، لا ما بيتهاجمش، احنا موجودين في الشارع وموجودين، الراجل الناس بتحبه جدا والناس مقتنعة بيه جدا. اللي بيحاول ان هو يدي المفهوم ده للناس ده انسان عايز يوصل لحاجه، يعني عايز يوصل لحاجه بالظبط، انه انت بتنجح. فزعلان قوي، زعلان قوي، عايز بس باستقرار يهز ثقه اللعيبه، يهز ثقه الناس، يهز ثقه الاداره، واحنا الاداره مش متعوده على كده، ما بتاخدش قراراتها من السوشيال ميديا يعني. وطبعا زي ما حضرتك قلت في مشروع لموسيماني بيتعمل، والنادي الاهلي ما بيتعاملش بالبطوله ولا بالماتش ولا حتى بخمس ست ماتشات. انا مقتنع ان انا جبت الراجل ده، جبته عن اقتناع، جمهوري في كل الاحوال بيساند الاداره. صحيح. وبيساند فرقته وبيساند لعيبته، وبنشوف قد ايه اللعيبه تعبت، اللعيبه فعلا طبعا بتادي جهد غير طبيعي. مع يعني احنا لاعبين امبارح، النهارده تمرين، بكره راحه، مسافرين السبت. كابتن صحيح. عايز احط بعد كلامك قوسين، عايز افتح قوسين ونقول ان احنا ما بنبررش لنفسنا، احنا ما بنبررش، لا احنا يعني في تحفظات اكيد على الاداء، خاصه بعد ماتش امبارح في تحفظات كتيره جدا جدا، الناس كلها بتتكلم الشوط الاول اكتر يعني. كمان بس النهارده كمان عايز اتكلم على موضوع التغييرات اللي كابتن موسيماني او كوتش موسيماني بيعملها وبتحسم اللقاءات وبتؤثر اكيد في النتيجه بالتالي. هو لسه بيستكشف بعض اللاعبين وبيدي لعيبه كتير من الفرص، هو مقتنع ان هم لعيبه كويسه، بس برضو يعني فرص كتيره، وبعدين محتاج برضو اصابات حصلت كتيره، لما نلاقي ايمن هو مؤثر جدا، علي معلول، محمود وحيد في وليد سليمان، وفي محمود متولي دي عناصر عمود فقري لاي فرقه في العالم، اثنين من دول بس، لما يكون ايمن اشرف وعلي معلول دول اثنين نص فرقه. صحيح. في الجانب الدفاعي وفي الجانب الهجومي. النهارده من ما اقولش السلبيات ده، اقول الايجابيات، امبارح صلاح محسن هي طبعا هتحتاجه جدا في الماتش اللي جاي، كانت تغييره دي على دكه البدلاء، خفيف سريع، ممكن جدا يفيدك الشوط الثاني من خلال ملعب الترتان، هيبقى فيه كلام بالنسبه له. رجوع مروان صح، محمد شريف ابتدى ياخد ثقه وابتدى يلعب بروح النادي الاهلي. صحيح. عارف الحته اللي بيسميها الغل. ايوه بيلعب بقوه وبحماس، وعمل جهد غير طبيعي، 45 دقيقه كان بيجري في مساحه
ومجهود دوت هو اللي جاب ضربه الجزاء يا كابتن. يعني يعني الكره مش بتاعته بيعافر الكره ويروح طبعا مع الراجل السيرف باك هو راح معديه برضه الشوط الاولاني حتى الماتش اللي فات الماتش اللي قبل ده لا احرز فيه ما هو جاب جون اول ما نزل في مباراه فيتا كلوب شوف كان واقف برضه في الحته اللي هي اجاييه راح وجاب في العارضه ورجع ورجعته صحيح فدايما وحتى امبارح برضه في ماتش الشوط الاولاني كان في كور مش بتاعته تبص تلاقيه عنده الحركه اللي فيها مرونه تحس ان هو في لحظه تبص ليه بقى قدام المدافع واخدها صحيح وسجل فدي عملها برضو في ضربه الجزاء صحيح. وما خافش وما جشش رجليه لا داخل واخدها عشان يروح محتاج ان هو يبقى موجود لانه برضو من النوع السريع والخفيف اللي ممكن يفيدك. ماتش الاسماعيلي زي ما قال الكابتن سيد انا معاه مليون في الميه ده ماتش احنا بننسى الشوط الاولاني لكن دايما تغييرات بتبقى مؤثره جدا الشوط الثاني من يوم الراجل ما جه وبقول برضو بعيد وكرر الراجل لسه بيستكشف بعض اللاعبين ودايما كان بيتعامل مع لعيبه سواء من اوروبا او من جنوب افريقيا اللاعب المصري في بعض اللاعبين احيانا نتيجه الارهاق وكده تبص تلاقي ما بيديكيش الدرجه اللي انت محتاجاها في ظل الارهاق اللي احنا فيه سفر ولعب سفر ولعب الى جانب احنا في ماتشات اللي احنا تعادلناها مش عايزين نكرر عمليه التحكيم ولا في كل ماتش ليك ضربتين جزاء في ماتشات تانية ثلاث ضربات جزاء الفار حتى ما بيستدعيش الحكم حتى الماتشات اللي هو خسرش غير ماتش واحد مع بايرن ميونخ وسيمبا هناك لما نقول بقى سيمبا هناك سيهان هل من العدل هل من العدل يبقى فيه ما يبقاش فيه لعب اللي هو الفير بلاي او اللعب النظيف انت ازاي تلعبني بدرجه حراره 40 و45 فين الاتحاد الافريقي الاتحاد الاوروبي بيعمل ايه كل الماتشات الساعه 10 بالليل ده اللي كنا بنتكلم فيه يا كابتن الجو بره هنا في اوروبا الساعه 10 يعني توقيتهم مثلا يبقى ايه 9 شوف الجو هناك عامل ازاي انت ازاي الاتحاد الافريقي يسيب العب في ملعب زي سيمبا ده ازاي ده غيط مش ملعب ده كان قبليه كمان في سنديب نايجر ده كان ملعب كان ملعب صعب جدا ده دي سلامه اللعيب انا لما يكون عندي قوام لعيبه بكذا مليون يعدي كام مليون وانزل في ملعب زي ده واثنين ثلاثه يجي لهم صليب ولا يتعوروا مع حكم الله اعلم متفائل قوي بقدوم الرئيس سان داونز دكتور باتريس ان هو جاي رئيس للاتحاد الافريقي اعتقد انه راجل مش جاي يتكسب ولا جاي جامل والمساعدين اللي شغالين معاه فيبقى فيه اصلاح كامل يبقى فيه منظومه ما انت ما عندكش ملعب مضاء تشتركش بس كابتن عادل هيقول لك دي بلد ودي ظروف البلد لا لا وده لا حال البلد لا وحال لا الملاعب بشكل عام هناك في ناس هترد وتقول كده ما يشتركش بقى في البطولات الكبيرة يعني كابتن هاني عارف ألمانيا النادي اللي مش حاطط الميزانية بتاعته في البنك ما يلعبش الدوري مظبوط ما عندوش بنيه اساسيه او الاستاد مش مؤهل وبعدين أو المفروض في لجنه مراقبه نعرف انه من الاتحاد بتطلع لجنه يعني المفروض بتطلع تشوف الملاعب اللي هيتلعب عليها دوري ابطال افريقيا كل الملاعب يعني فالمفروض هنا فعلا الاتحاد الافريقي هو من له قرار لو بيلعب في ملعب زي ده تبقى امنه ان هو يسافر اخاف عليه مش تخافي عليه اكيد الشعب كله خايف على لعيبه النادي الاهلي ولعيبه الزمالك ولعيبه بيراميدز ازاي انا اروح العب في ملعب 45 درجه ورطوبه وبعدين يروح حطك في فندق بعيد عن الملعب ساعة وساعة زي الماتش بتاع سيم ما احنا لسه كنا بنقول كده قبل الفاصل وانت هنا ما بتعملوش المعاملة دي لا انت بتلعبوا في احسن جو وبتقعدوا في احسن اوتيل صح؟ وبعدين شوف انت بتلعبي الساعة 9 ملعب نجيلة فخيرة والنجيلة فندق 7 نجوم الاوتوبيس وكل حاجة متوفرة الاكل على اعلى مستوى تنقلات كل حاجة على اعلى مستوى انا روح واخدني الساعة 3 والساعة 2 تلاعبني في الجو ده الاتحاد الافريقي لازم يبقى فيه وقفة النادي اللي ما عندوش البنية التحتية من مدرج مؤمن من اضاءة افريقيا اللي كلها درجة حرارة عالية جدا يلعبوا بالنهار الا اذا كان في حاجة ما لهاش علاقة بالرياضة ده في ارواح بني ادمين وفي لعيبة مصروف عليها ملايين وتيجي تلعبني بالنهار وبعدين لجنة التحكيم لجنة الحكام شفنا لجنة الحكام قد ايه يعني لما جه الاخ الموجود كان موجود وماشي وقف 12 حكم لجنه الحكام عليها علامه استفهام
واضحه. احنا شفنا الماتش اللي فات الراجل اعتذر رضوان جيد. لو انا وانت يا كابتن هاني بنحكم المباراه ديت وانا شفت بعد الماتش ان انا النادي الاهلي انا ظلمته في الكلام وانا قاضي اعتذر ولا اكتب في تقريري؟ اكتب في تقريري. في جميع الاحوال طبعا هو اعتذر ما اعتذرش على المستوى الرسمي يمكن اعتذر قال في بعض اللي سمعنا انه بعض وسائل السوشيال ميديا اعتذر للكابتن او قال للكابتن سيد عبد الحفيظ ممكن اكون غلطان. الامور دي كلها كابتن يعني حضرتك عندك حق مليون في المية ازاي نقيم من قيمة او نعظم قيمة البطولة الافريقية من خلال ملاعب من خلال حاجات كتيرة جدا، لكن ده كمان بيحط تحديات على لعبة النادي الاهلي عشان نقول ان النادي الاهلي احنا كجماهير النادي الاهلي او حضرتك عارف والله الماتش الجاي هتلعب بالليل هتلعب الصبح درجة الحرارة 40 درجة الحرارة 20 مطالب انك تكسب لان مفيش ما عندنا رفاهية ان احنا ممكن نعوض لان الموضوع بالنسبة لنا بقى صعب. ازاي حضرتك شايف ان ممكن نعدي هذه المرحلة من خلال مباراة فيتا كلاب على مستوى مثلا التشكيل على مستوى الاصرار على مستوى التحضير على المستوى الذهني؟ حضرتك شايف ازاي ان شاء الله نعدي مباراة فيتا كلاب؟ الماتش اللي احنا تعادلناه حسب الاحصائيات في 27 فرصة صحيح نصهم انفراد. الفرقة دي كانت جايه بتلعبنا بتدافع طول المباراة بتدافع ما بتهاجمش ومع ذلك كل الفرص دي حصلت وهم بيدافعوا صحيح فما بالك لما يكونوا يعني يطمعوا شوية او حتى مش هيطمعوا هيلعبوا برضو نفس اللعب اللي عملوه هنا وده اشك اعتقد ان هم عايزين ياخدوا ثلاث نقاط فيبقى برضو في سنة ان هم بيزودوا الهجوم شوية. الكلام ده انا بقوله للجمهور عشان اطمنه وبقوله للاعبتنا والجهاز الفني انت خلقت 27 فرصه اكيده انفرادات كامله. مشكله الملعب النجيله انت هتروح بدري والنادي موفر لك الطياره الجزم بتبقى الجزم زي ما حضرتك عارف طبعا الجزم خاصه طبعا الجزم الخاصه وبتمرن 3-4 مرات خلاص خدت الاحساس بتاع الملعب الصناعي وبالتالي القوة البدنية احنا بنشوف لعيب كورة بيبقى هو بيأدي مستوى عادي وبعدين اول ما يجيب الجول تلاقيه عامل سبرنت 100 متر والناس عمالة يلا القوة اللي عندك دي لازم تبقى موجودة من البداية من الاول انت جبت جول وجريت سبرنت على المدير الفني وتحضر الله طب انت عندك قوة اهي انت ليه ما تكلمش على لعيبة الاهلي. انا بقصد اي لعيب عنده الطاقة ديت انا مش هدخرها طبعا المدير الفني اللي انا بتمناه انه الفرقه دي لازم ابقى بلعب زي ما انا عملت مع ماتش الوداد مع الفرق هناك في الوداد في المغرب او بالظبط بعمل عليهم الضغط العالي الضغط العالي من البدايه بلعب العناصر اللي هي انا ضامن 90% هتديني 9/10 تهاجمهم من وسط ملعبهم يا كابتن زي ما حضرتك عارفه ماتش إنبي لما كنا ضاغطين من تحت هم كرتهم مش وخاصه وسط الملعب صح مدافعين كرتهم قليله مظبوط كرتهم قليله هم عندهم الاثنين ثلاثه القدامانيين كويسين انما الباقي لو اتضغط عليهم كوره والثانيه انت جبت جول هم مش هيجيبوا جول يعني بطريقه يعني الدفاع بتاعهم ضعيف شويه وحارس المرمى كمان اجواء فيتا كلاب اللي جايه تخلي موسيماني قد يلجا لتشكيل او طريقه لعب تاني؟ مش هيغير المدير الفني الناجح ما بيغيرش انما هو من ادارته من التشكيل من ادارته للمباراه من قرايه التيم المنافس يعني احنا الجول اللي جه فينا الجول الاولاني يا كابتن هاني كنت اتمنى ان لو انا يعني شفت الفرقه اللي يلعب باك ليفت يبقى بيلعب برجل اليمين بيلعب برجليه اليمين لان هو لما كسر ودخل لجوه بس هي كابتن ما يعني بس دي هتبقى مشكله بقى مشكله هو بيهاجم. وهو بيهاجم مش هيقدر ويمكن هو الخطا اللي حصل انه كان لازم يزقه شويه لبره مش لجوه فدي طبعا ده بيحصل يعني المشاكل دي بتحصل بيلعب برجليه الاثنين هو عندنا هو ده اخطر واحد عنده بالظبط بس هو علي معلول طبعا اعتقد مش هيلحق وجود ايمن اشرف الفترات اللي فاتت بيدي طاقه ايجابيه للفرقه حتى
حتى مباراه تفتكر حضرتك مباراه سيمبا اخر خمس دقائق لما نزل ايمن اشرف عمل كروستين ثلاثه عمل شكل كويس. حتى المباراه اللي فاتت عامل اداء اكتر من رائع. فأدوار الاجناب للنادي الاهلي والاطراف للنادي الاهلي اعتقد هيبقى عليهم شغل كتير جدا للنواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه، لان كمان يا كابتن الجون اللي جه فينا واحنا تقريبا متسيدين ومسيطرين على الملعب تماما في لحظه واحده بس خطا صغير جه هدف، وكذلك الهدف الثاني رغم انه يعني من يعني ضربه جزاء ظالمه. فده المهم انك تهاجم بس في نفس الوقت حريص قوي على الحاله الدفاعيه. وما فيش شك انه موسيماني طبعا ارى الفرقه وشافها، وقبل ما يلعب الماتش الاولاني شاف طبعاً الفرقه ديت، اعتقد انه عارف نقاط القوه والضعف اللي فيها. حته الملعب النجيله والوقت والحاجات ديت اعتقد انت كمدير فني وعندك الخبرات ازاي ان انا وانا بلعب، وطبعا ما فيش جمهور يعني يقال ان هو 3000، فحته بتاعت مسيمبي كان فيه اظن اكتر من 50000 مباراه سيمبا كان فيه اكتر من 50000 طبعا. فالحته ديت مش هتاثر قوي علينا، لكن اللي انا بتمناه انه يبقى عندنا من الثقه ان انا الفرقه دي بالنسبه لي فرقه عاديه جدا. انا عامل في فرقه بيبقى في 27 فرصه لو في التمرين مش عامل فرقتين بيلعبوا بعض مش هتجيب الفرص دي. صحيح. فكلامي ده معناه ايه؟ معناه ثقه لجمهورنا وثقه للعيبه وللجهاز الفني. يا اولادنا انتوا في مهمه، كل واحد فيكم ايديكوا على ايدين بعض مع الجهاز الفني ترجعوا لنا بالثلاث نقاط لانكم الافضل. ازاي يا كابتن؟ قول لي بعين المدرب بس بايجاز، ازاي يتخطى او يعبر فيتا كلاب اللي جاي؟ اولا عشان يعبر لدور الثمانيه، اولا اختار احسن العناصر اللي عندها الخبرات وعندها السرعات اللي هي ممكن تعمل تضرب خط الضهر كله بطيء. فيبقى عندي خبرات هي تحسم مباراه شبه حاسمه دي. امال ايه؟ لو طاهر هيبقى سليم، لو شريف، لو صلاح محسن في فترات الدكه ان شاء الله لما علي، انا سامع ان علي كويس نتمنى بس يعني نتمنى يكون موجود، حتى لو على مستوى ان هو يكون موجود على يعني مقاعد البدلاء ممكن يكون عنده خبرات، بس بعد غياب طويل قوي كده ومباراه زي ديت على ترتان كمان هيكون في اعتقادي هيبقى صعب يعني. لكن هو في التشكيل ما يبقى مش هيبقى فيه اللعيب اللي هو بيديني 10 من 10 حتى لو مش موفق انا ابتدي بيه. ابتدي بيه ان شاء الله. معدن الابطال بيظهر في الاوقات اللي زي دي، ودايما روح الفانيلا الحمراء، واحنا واثقين الحقيقه في رجال طبعا فريق النادي الاهلي. اكيد ان شاء الله كلنا ثقه في لاعبتنا ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه في مباراه يوم الثلاثاء اللي جاي امام فيتا كلاب الكونغولي في الكونغو. بنتمنى كل التوفيق لفريقنا. بنشكر كابتن عادل طعيمه جدا، شكرا جزيلا على تشريفك لينا النهارده. شرفتنا ودايما كده بتسرينا بارائك الفنيه الرائعه دايما. واحنا ان شاء الله نتقابل يوم الاحد باذن الله وحلقه جديده من البيت الكبير من 10 لـ1. تصبحوا على خير.